حول ولا قوه الا بالله. البودره دمرت الشباب. ما تحطش في بالك يابا، المهم انك ربيت ولادك احسن تربيه. لا يا ابني ربنا يبارك لي فيك انت واختك، انتوا النعمه اللي اداني ربنا، بس انا صعبان عليا شباب البلد، بودره التلج دمرت اجيال، بذمتك دول المستقبل، دول هيبقوا مستقبل. البودره دمرت شبابك يا بلد. حول ولا قوه الا بالله. اللي الواحد شايفه ده معلم، عايز سندوتش معلم بط. ده ايه ده يابا ده؟ انت مش بتسمع يقولوا واحد بيشرب بودره وواحد غرقان في البودره؟ هو ده الغرقان في البودره. ودي اخرتهم ايه دول يابا؟ تسلخات والعياذ بالله. قوم بقى غور من هنا. يلا هتغور من هنا يا يلا يا. ايه ده؟ بس ايه يا حاج ده؟ ايه اللي عرفك بالبودره والكلام ده؟ لا ما ابوك كان شقي يا ميشو. من زمن الزمن كنت قدك كده، ايام ايام يا ميشو اشتغلنا انا واصحابي ببودرة التلج وبودرة العفريت، سددنا لنا مليونات وعملنا فلوس ملهاش عدد ولا حصر، لحد ما في 24 ساعة خربوا بيوتنا وفلسونا. ازاي يابا؟ دخلونا بقى نزلوا الزيوت والكريمات وقعدنا احنا نولول زي الحريم، بس الحمد لله ربنا ايه ختم لنا بالحلال. وربنا يبارك لنا في ايه؟ في الخشب. في ايه؟ في الخشب. يلا ننزل مغلق الخشب. يلا يابا. اسمع كلام ابوك يا ميشو وخليك واد فروت، الحكايه كلها والبيزنس كله في الاخشاب يا ابني. سيبك من الكلام الفاضي اللي بيعملوه في الناس، دي فلوس زايله. المراكب بتتعمل من ايه؟ من الاخشاب. السقوفه دي بتتسقف بايه؟ بالاخشاب. الابلكاشه دي تنتمي لايه؟ للاخشاب. يلا بقى ننزل المغلق وربنا يبارك لنا. يلا كلمه السر يابا. صدق ابوك باين عليه كبر يا ميشو، معلش. افتح يا باب، احنا الاحباب وتجارتنا هي الاخشاب. بعد يا عم مين حبيب بابا؟ ميشو. مين روح بابا؟ ميشو. ربنا يباركلك يا ميشو. نور يا معلم. عامل ايه يا قاد؟ بقوله تمام. شد حيلك، طبخها وطبخها كويس، ناشف ايدك ومبلش تاني. عامل ايه يا عرنوش؟ خدامينك يا معلم. يا ريت تكون العلامة اللي في وشك دي بقت درس وبطل الدعي القديم. يا خدامك يا معلم ما اقدرش. ما انا عارف، ما انا عارف. وريني. ايه دي يا قاد؟ ها؟ دي استباحتي يا معلم. استباحتك؟ بتستبح بكل دي؟ ما شاء الله، هعديها لك. فرش عامل معاك كام قطة؟ 25 يا معلم. 25 بالظبط؟ مية مية، أنا أهم حاجة عندي الميزان والدقة في الميزان. يا رجالة لازم تفهموا إن سمعتنا هي سر استمراريتنا. بس المرة الجاية عايزها 28، عايزين نكسب. ها؟ أوامرك يا معلم. يا أبويا أنا كل يوم أتعلم منك حاجة جديدة، واحد غيرك كان يقول لهم عايز في الفرشة 30 40 قطة. لا أنا عايز أفهمك حاجة، الحنية في الشغل تطول العمر وتكسب، القسوة تجيبنا ورا. مين اللي سبب الصبة دي؟ أنت يا معلم تسلم الأيادي، تسلم الأيادي، نقصها 10 سم. فهمت يا حبيبي؟ فهمت يابا. والأهم من ده ومن ده عايز أقول لك نصيحة، افهمني بقى، أبوس إيدك، أبوس إيدك. خليني افرح بيك. ها؟ خليني افرح ايه؟ ياض عايز ادب ايدي، ايدي توجعني، ايه الرهرطه دي؟ انشف بقى. ياض عايزك عود خرزان. اسمع نصيحه تاخدها من ابوك محدش تاني هيقولها لك طول حياتك، اوعى تامن لحد مهما كان. زي مين يا حاج؟ زي صرصر ابن خالتك وحبيبك. افتح. اتفضل. صرصر؟ ايوه. انزل يا ياض، انزل يا خاين يا كلب. اقفل. صرصر افهان دي مرشد للحكومه وبيرشد على مين؟ على المعلم ابراهيم العقاد. شفت؟ شفت النسيبه؟ شفت الوكسه اللي احنا فيها؟ بترشد على مين؟ على رباك وجوز اخوان اخي يعني ايه؟ يا يابا ده ايش؟ حنام 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 ايه؟ انت فاهم حاجه قبل حنام؟ فاهم ايه يابا؟ وكان ايه لازمته الشريط اللاصق؟ حرمت عليك عيشتك يا خاين العيش المالح. قول لي يا عم وقسع. خلاص انا عشان خاطر امك وامه والله كنت ناوي اشويه على النار، بس خلاص سماح، انا مش هقتله. اصيل يابا بس هذبحه. ايه رايك؟ بصراحه يستاهل. وي 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 كنت وش كده وعندك كنت وش كده هو راح كده كده وش حاجه حنام حنام. طب ما تقول حنام لوحدها، اللي قبله كله ملوش لازمه محدش فاهمه. انت قاعد يا زفت. امرك يا معلمي. يلا خد الحته دي قطعها وشفيها وعبيها في كاس وبعتها لي على البيت. امرك يا معلم. على انهي بيت؟ البيت الكبير. يلا يلا حرام حرام. يلا يلا يا خاين.
اكتر حاجة اكرهها الخيانة، اكتر حاجة. الله نورك بس، اضغط اضغط، ما عندناش وقت، العربيات جاية بعد الساعة. ياض عايز امسك عظم، الله يخرب بيتك. اسمع كلام ابوك، انت ياض اللي هتشيل كل حاجة من بعدي، والحاجة دي محزناني قوي. ياض اجمد بقى واسترجل. اهو يابا، تلات حاجات ما تقربش منهم في حياتك. تلات ايه؟ حاجات. اول حاجة ظابط المباحث. ظابط ايه؟ المباحث. تاني حاجة المرشد، لان المرشد بيقول لظابط المباحث. تالت حاجة البيتزا. البيتزا هي اللي عاملة الرهراطة والبلاوي اللي انا شايفها. خلاص يابا، فهمت؟ فهمت. ربنا يبارك لي فيك يابا، ربنا يبارك لي فيك يابا. انا كلامك ده حاطه ستاتيوس على الفيسبوك. حاطه ايه؟ ستاتيوس على الفيسبوك. جدا. وكل ما افتح اللاب اقراه. حطيتني واد على الفيسبوك والستاتيوس؟ امال يابا، حطيت امك ولا لا عشان بتزعل وتجيب؟ طبعا يابا. حط عمتك عنياد بالمره، ودي حاجه تفوتني. ربنا يبارك لي فيك يا ابني وفي الستاتيوس بتاعك. كبرت ياض، ياض كبرت. تعالى في حضني يا ابن عمري. ياض مش عارف اقفل ايدي عليك، الله يخرب بيتك. كله من خيرك يا حاج. خير ايه؟ 600 كيلو وتقول لي خيري؟ ده انتوا خلصتوا خيري، يخرب بيوتكم. يلا رجاله شدوا حيلكم. يابا مش هتجيب لي الفيسبه اللي نفسي فيها؟ فيسبه؟ فانا بقى لي ساعه عمال اديك نصايح، ودخلتك المعمل الخاص بتاع الرجاله، وتقول لي فيسبه؟ الله يخرب بيتك. اطلع عاد من هنا. خلاص يا ما تدخلش معايا المخزن. خلاص يا فيسبه يا ابن الهايفه ده، ما تشتغل يا ورده. بنت يا ورده. ايوه ايوه يا حاج. ايوه يا حاج. امور سخني لي الكارع اللي فايض من العشاء. عينيا، قررت تاكل كوارع؟ اه قررت. حاضر. يوه مال وقعت مني. ايه؟ ورقة طلاق. حلو قوي. بص بقى ورد، شغل السهوكة والخلاعة ده ما بيدخلش عليا. وبعدين عايز اقول لك على حاجة هتصدمك، امكانياتك مش ماشية مع اهدافك. لا متهيألك يا حاج، كل اللي في المنطقة اعترفوا بإمكانياتي. كلهم بيخدعوك يا وردة. بقولك البضاعة وصلت؟ وصلت. قطعتيها؟ لسه. سلفنتيها؟ لسه. بعتيها؟ ابيعها ازاي وانا لسه لا سلفنتها ولا قرفنتها ولا قطعتها؟ وطي صوتك، وطي صوتك. حاضر. بقولك ايه؟ ايه يا حاج؟ انا بقالي 50 سنة في السوق، سمعتي زي الجنيه الدهب عشان ملتزم في مواعيدي. انا بقيت نمبر 1 في المخدرات عشان ما باخرش الشغل. خش قطعي وسلفيني وجهزي البضاعه. يلا غوري. من عينيا، بس اياك يطمر. مش هيطمر. لقيتها. هي ايه؟ ورقه طلاق. يا سليحه. يا اخواني اسمها المجنونه دي، حول ولا قوه الا بالله. بابي يا سي بابي، حبيبي يا بابي. عايزه ايه؟ واحد بره. خلاص عايز اكل. في واحد عايز يقابلك بره دلوقتي حالا. ده اسمه ايه ده؟ اسمه مدحت. وبتاعي مدحت ده عايزني في ايه؟ ده عريس جاي يتقدم لي. ويجي كده فجأة كأنك رمية، ما يعرفش ان انت بنت الحاج العقاد. اقول ايه؟ اقول ايه؟ الولد ده مش متربي. هتقولي هتقولي انا اللي هربيه. ايه نظامه الجدع اللي هو بره ده، نصاب ولا ايه؟ عاين وشوف وقول. عاين وشوف، هي لسه فيها معاينه؟ هيترفض؟ ما عنديش انا جواز دلوقتي، البنت لسه صغيره. ترفض ايه يا حاج؟ عاين الاول، ما تتنكش قوي كده. استغفر الله العظيم يا رب. قابل يا حاج. كابسه ساكت. حاج ايه؟ حاج ايه؟ مش عارف الف. لا لف يا حاج. وربنا ما قدر يلف. لا انا لففك، انا لففك يا حاج. انت هتوديني فين؟ انت هتسلميني يا ورده؟ يا حاج انت هتسلميني يا حاج. اتعامل اتعامل يا حاج. اتعامل مع ايه؟ استلم وانت بدل هو ما يستلمك. خايف تكون البنت عرفت عننا حاجه وعايزه تسلمني. لا ما تقلقش يلا. اهلا وسهلا. اهلا، ما تخدمنيش، الاذن الوسطى بتخليني مهزوز يا ابني. اهلا 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 اهلا. خاتو عزيزه، هو ده الاخ اللي قلت لك. اهلا. يبقى مات؟ هو ده مات. انا تحت امرك يا سعاده الباشا. اهلا اهلا بيك يا عمي. اهلا وسهلا، اتفضل استريح. اتفضل يا سعاده الباشا. لا هنا 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 اقعد، او جرب هنا ما تقعدش جنبي. يلا يلا يلا، شوف اللي وراك. يلا قطعي قطعي ولفي وظبطي. عيني عيني. اللحمه، تقطعي اللحمه. اه 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 اه
اتفضل. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يا عمي. من يوم ما بدانا في الكار وقالوا لنا اللحظه بتيجي مره واحده. ربنا يستر. اهلا اهلا اهلا. كلمني عن اسرتك وعن نفسك. انا رائد في مباحث المخدرات يا عمي. يا حاج يا حاج يا حاج. معلش يا ابني، بس الاذن الوسطى بتخليني ارمي شمال. ربنا يكفيك شر المرض. اقعدي اقعدي. أرجو إني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. لا يا أخي، ما قلنا لك في أي وقت أهلاً وسهلاً بيتك. خطوة عزيزة، كلمني عنك وعن أسرتك. إحنا عيلة لها باع كبير قوي في الداخلية. لها إيه؟ باع كبير قوي في الداخلية. أهلاً وسهلاً. والدي يبقى مساعد أول وزير الداخلية. زهرات يا وردة. وعمي يبقى مدير أمن جيزاء. صوت يا وردة. و جدي اللي قبض على ريا وسكينة، لو تفتكر حضرتك في الفيلم. ما اتفرجش على الأفلام. وجوز خالتي يبقى رئيس مباحث أمن الدولة. حق ايه؟ حق يلا يحرق الحق واللي جابوا الحق في يوم واحد. ده ختمها لي ختمة وحشة لما مؤاخذة يا ابني. الأذن الوسطى بتخلينا أخرف. شدني يا حضرة الضابط. ان شاء الله. اقعدي. الله على النسب يا ورده. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. زهقناش بقى يا سعاده الباشا، ما قلنا لك اهلا بيك. سلفنتيها في سلفان احمر. ما لقيتش احمر، حطيتها في اخضر. ياكل؟ لا لا لا، ما ياكلش. سلفنيها في ازرق ونزلي السعر. حاضر. يلا، انت عارف اللحمه والغلابه. اهلا يا حضره الضابط. امورنا يا اخويا. انا جاي اتقدم لطلب ايد بنتكم المصونه وجوهرتكم المكنونه. اه، انت هتقول لي قصيده شعر. من هي ايلالي؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. علم وجاي يا ابني. انا مضطر استاذن يا عمي، نداء الواجب. خير يا حضره الضابط. في تاجر مخدرات بدور عليه بقالي شهرين، واخيرا عثرت عليه. مطلوب مني ايه؟ قوم. لقيتوه فين يا حضره الضابط؟ أكبر تاجر مخدرات في الزاوية الحمراء. معلش معلش، أصلها رقيقة أوي، بتزعل لما الناس تتحبس. هنخرجه هنخرجه. فرفش فرفش فرفش. عجيبة، هو حضرتك تعرف عبد الجليل؟ أعرف عبد الجليل منين؟ أنا سمعت اسمه في الجهاز. هو لسه في تجار مخدرات في البلد؟ يوه يا عمي، دول كتير أوي، زي البق في البطانية، بس بشرفي أنقيهم بقى. ابعد يا حاج لحسن هيرجع عليك. ايه ايه رجع ايه في الليلة السودة دي؟ ربنا معاك يا ابني وطول في أمرك. نتشرفنا بيك وسلم لي على والدك. يوصل يا عمي. الله يخليك. بعد إذنك. تفضل، ده يوم المنى إنك تشرفنا تاني. وصلي ساعة الباشا ورد. يا باشمهندس. أيوه. اضطرت منك وأنت واقف على الباب بره. هي إيه دي؟ الدبورة اللي كانت على كتفك. بتهزق يا عمي. لا لا، استغفر الله، تعبانه ست غلبانه. مع السلامه. مع السلامه. انت بتشاوري له وفجاه بتشاوري له. انت عايزه ايه؟ انت عايزه تحبسيني؟ ايه البلوه اللي انت جايبها لي دي؟ انت عايزه تسجنيني؟ انت مش عارفه ان ابوكي بيشتغل في الاخشاب، وساعات الخشب ده بيبقى فيه شويه منه مسوس يعني. عايزه توديني بداهيه؟ اخوك المسجل ده هو واصحابه لما يطلعوا لقوا البلوه ده هنجرى لهم ايه؟ على طول ما انت متجوزاه. استر عليها يا حاج. استر عليها ليه؟ هو حصل ايه؟ اوعى تكوني هبلة يا بنت. بحبه يا بابا. بتسأل امك ورحمة امك بس متجوزها. بص بقى يابا، هتوافق على مدحت خير وبركه، مش هتوافق وحياه امي اللي هتجوزه واهرب بيه. الله الله، تتجوزيه ولا وتهن على الكراسي وبقينا نزاع. لا تعالي بقى افهمك الصح. ما تنسيش بقى يا حلوه ان انا مضيك على وصولات امانه، وممكن احبسك دلوقتي. لا ما حصلش. لا حصل. لا، فاكره الاستمارات اللي مضيتك عليها بعد الثانويه العامه بتاعت التنسيق دي؟ كانت وصولات امانه، وماسك عليك السيديهات وماسك عليك الصور، يعني ممكن افضحك في اي لحظه. يلا على اوضتك. يلا. انت شبهت لما تخش اوضتك انا مروقاها، اوعي تعكش السرير. تكنيله بنت رخمه. اليوم المهبل ده نعمل ايه في المصيبه دي يا ورد؟ اخلص منها واقتلها. اقتلها؟ يعني ما دخلتش السجن في المخدرات، اخش في قتل بنتي؟ يا نهار اسود. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا شايلها للواد اخوها يغوروا في داهيه هما الاثنين. اقعدي خلينا نكمل الكوارع. عينيا. اكل معاك كوارع؟ طبعا. اقعدي.
انا مش تعبان عليها الا حاجه واحده. إيه نهبل ابن لهبل ابو رياله اللي هيتجوزك. ده هيتهنى يا حاج بعد امر طويل ان شاء الله. اشربي اشربي. يا نهار اسود ضابط شرطه. يا اطفال يا اطفال اتعلم الواحد مبقاش فاهم حاجات كتير بتحصل في الحته. ورده للصنف النظيف. في محلات بتفتح في الحته من غير ما نعرف جهازه ليه. بس هنعرف هنعرف. بقول لك ايه يا عم الوسطى؟ ايوه يا معلم. الف مبروك يا سيدي. هلا بتاع مين المحل ده؟ المعلمه ورده والشماعه اللي معاها. معلمه ورده وفي معلمه اسمها ورده من غير ما نعرف. ورده مين يا ابني؟ معلمه ورده يا معلم. مين المعلمه ورده دي؟ خدامتك يا معلم. بنت ورده الخدامه اللي عندي؟ الله الله الله. والشماعه اللي معاها؟ مين اللي اشترى البيت ده؟ المعلمه ورده والشماعه اللي معاها. بان عليه شماعه معتبره. ده بان عليه شماعه وابوه شماعه وعيلته شماعات. حلو. البيت برضه وقعت واقفه شكلها. وهي فين المعلمه؟ منتخه فوق شويه. خليها منتخه متشكلين اصلا. تعال شمشاه الله يخليك. هاخد لك مارينا خشب. الله يخليك يا معلم. الله يبارك لك. المعلمه ورده والشماعه. اما نشوف. ما هو الشماعات كتير دلوقتي. عيال ملهاش رجاله تربيها. دستور. الله ده الكلام صحيح بقى. انا قلت الواد السماعي بيخرف. قلت هطلع على ورده كده ولا ورده كده. ده طلعت البنت ورده الخدامه اللي كانت بتشتغل عندي. سبحان العاطي الوهاب. سفره بعد ما كنت بتزغرط انت واهلك على الطبليه. وستاير وقيمه. الله 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 الله. جريه ورده منين ده كله؟ انت مالك يا عقاد؟ في ايه؟ داخل علينا بالحنجل والمنجل كده يا عقاد؟ قلتيها يا ورده؟ انا المعلم ابراهيم العقاد يا بنت. اوعي العين ما تعلاش على الحاجب يا ورده. اسكت. مش دلوقتي بقت تعلى وتعلى وتعلى لحد ما وصلت للقيمه. والنبي طبعا. ما كل ده بفضل البقف ابن البقف اللي عمل لك الهلومه دي. معلش نسينا نتعرف عليه. وجابلك ايه تاني اللي فندي؟ ما بلاش يا عقاد. مفيش بلاش. لازم اعرف جابلك ايه يا ورده. دكانه وشقه. ورده 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 وحشتيني يا ورده. رياض اللي جابك البيت النبي. ايه اللي بيطلعك هنا؟ انزل على المغلق. كلمتين مع الكلبه ديت وهجيلك. يلا تعالى تعالى. انت عايزه يسيب بيته ويروح على فين يا عقاد؟ لو انت مشمش انت ميشو البقف ابن البقف. انت ميشو الشماعه الناطع ابن الناطع. ليه يا ميشو؟ ده انا منبهك قلت لك خلي بالك وحذرتك. مالكش دعوه بظباط المباحث ولا المرشدين. دي اخرتها. ليه يا ابني؟ انا عملت فيكوا ايه يا ابني؟ انا شقيت عليكوا وربيتكوا بالحلال. انت ميشو؟ ايوه يابا القلب وما يريد. انت عارف ان ورده احسن واحده بتعمل بيتزا في المنطقه. بيتزا؟ طول عمرك عيجلي بكرش بتجري ورا بطنك. تبيع ابوك وعيلتك وناسك عشان بيتزا ولا عشان لبست لك الاحمر والاصفر وبلافيتك يا انطاره؟ الله يخرب بيتك وبيت اليوم اللي خلفتك فيه. وطبعا جبت لها الدكانه والبيت بفلوس النقطع اللي قاعد قدامك. وطبعا اكيد حطيتها على الاستديوس اللي حطيتني انا وامك وعمتك عنايات عليه. لا ما تقلقش خليته شالني من عليه. اصلي لقيته بيئه ولامم. خليته عمل لي هاشتاج على تويتر عجبتني قوي الحمامه. والهاشتاج ده مش كانت اختك اولى بيه بعد ما جوزها دخل السجن يا ميشو؟ ضحيت بعيلتك كل. مالك يابا؟ في ايه؟ وايه اللي جاب البحر هنا يا ميشو؟ بحر؟ مالك يابا؟ ستر يا رب. كسرتني اختك كسرتني باليمين وانت كسرتني بالشمال يا ميشو. طب تعالى انا بجبسك. هيك هيك هيك. ابوك بيهكر. هيك ايه؟ هوبا. جالي الشلل الرعاش يا ميشو. يابا بتفقر ليه كده؟ جالي الشلل الرعاش يا ميشو. ابوك بقى عبيط يا ميشو. وايه اللي عبطك يا ابني؟ هديت ابوك يا ميشو.
إبراهيم العقاد اللي كان شنبه بيهد الدنيا. راحت عليك يا شنب، كله لشنبك يابا. راحت عليك. ايه مسك الشنب الريشي. ايه يابا، ما قلت له بلاش يا عقاد. يا عم عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا بجزمتك الحمرة دي. انت جاي في مكتبي تهددني؟ انا سعد التالي، انت مين؟ صدقني مستر سعد، انا مش جاي اهددك ولا احزنون. زي ما بتقولوا ما على الرسول الا البلاغ، انا جاي وحامل اليك رسالة. يعني خلاص المافيا رجالتها خلصت لما يبعتولي السينيور زيك لابسلي باروكة؟ قلتلك 100 مرة دي مش باروكة، ده شعر الأصلي، وهو ده سبب قوة المافيا. قوتنا الحقيقية إنك تفضل متخيل إن دي باروكة مع إنها شعر الأصلي. سينيور سليمون ولا لانشون، أنت أنا والسادة المشاهدين بقالنا جزئين عايزين نفهم المافيا عايزة من سعد التالي إيه؟ أي نعم أنا رجل عمل مشهور وعندي مقاولات ولي سيرتي الذاتية الفظيعة اللي اتعملت مسلسل، بس برضو عايزين نعرف انتوا عايزين مني ايه؟ مش عارف. انا كمان مش عارف، صدقني انا مش عارف. انا كل اللي اعرفه ان انا مش طايقك، واني شغال في المسلسل ده وبعمل فيه مشاهد كتير قوي اعذبك فيهم ولا اطشلك ولا اطخلك، هاكن لك كل شر. كل شر؟ ايوه. يعني اعتبر ان انت جاي نويلي على الشر؟ اكيد، بس يعني بشكل مش مباشر، يعني تقدر تقول كده بالورد بالمختلاف حاجه زي كده. يعني ايه؟ عايزين مني ايه؟ مستر سعد، عايزينك تتعاون معنا. تعاون معاكم في ايه؟ في يعني هو انت لازم تحرجني؟ يا خلينا بنتكلم مع بعض، بنملى وخلاص. املى بقى، بنملى وخلاص.
يعني ايه يا حبيبي؟ يعني لو فكرت تلعب بينا او تغدر بينا انت ما تعرفش المافيا ممكن تعمل فيك ايه. هتعمل ايه ان شاء الله؟ اوه حاجات كتير قوي قوي. ممكن ننزل ميدان التحرير ونبيع كشري ونحدف بالطوب والمولوتوف ونخطف ونسرق ونقتل ونعمل حاجات كتير قوي. مطلوب مني ايه دلوقتي؟ اتحداني. اتحداك انت؟ انا سعد التالي. انت مين؟ انا المافيا يا عمو. وما تنساش تسلم لي على صفاء ووفاء. هيا ألفت، اخبار صفاء ووفاء ايه؟ ايه؟ بعتهم لي على المكتب ليه؟ ليه تبعتيهم على المكتب؟ انا قال يفضلوا في البيت في ميتهم وفي كاسهم. باي باي دلوقتي. فوزي رفقي. خير يا سعد بيه؟ مالك يا ابن عمي؟ صفاء ووفاء في خطر، لازم أأمنهم في مكان سري جدا وآمن جدا. ايه ده يا سعد بيه؟ عشان تعرف تفكر. تعال ورايا رفقي. فوزي يا سعد بيه. فوزي ايه؟ رفقي يا سعد بيه. شوقت يا جماعة، أنا قلقان قلقان جدا. خير إن شاء الله يا سعد باشا. خير يا سعد بيه، ربنا يجيب العوائل السليمة إن شاء الله. ربنا يستر. فين صفاء ووفاء؟ أهم يا حد. ركزوا معايا يا جماعة، مش ملاحظين إن صفاء خاسة شوية؟ أنا ملاحظ إن خياشمها بتجيب مية. فعلا يا سعد بيه، زعنفها دبلانة شوية، وخلي بالك من السخونية. سخونية أنا هعمل إيه غير إن أنا معيشها جوه المية؟ تفتكروا يا جماعة أن المافيا ممكن توصل بيها الخساسة والنتانة أنهم يأذوني في صفاء أو وفاء، خصوصا أنهم عارفين قد إيه أنا وأسرتي مرتبطين بيهم جدا؟ إيه ده يا صاحبي؟ ربنا يسر، ربنا يسر. إيه الجنان ده؟ أنا سعد التالي، أنت مين؟ أنا زكي الساعة اللي بشتغل عند حضرتك يا سعد بيه بقالي 20 سنة. ارفدوه. حاضر. خلصنا. لا مؤاخذة يا أخي. ممكن اتفضل. اتفضل اتفضل. تعال انت معايا، هو انتوا الاثنين خليكم في الشركه. كلم الراجل بتاع حواض السمك يعمل لي حوض فولاذ ما حصلش، فاهمين؟ حاضر. يلا يا مع السلامه يا سعد بيه. مع السلامه يا باشا. يخرب بيتك يا سعد بيه. أنا سعد التالي. هات العربية بسرعة، صفاء ووفاء لازم يروح للدكتور. ايه بنت وفاء؟ غرفة داهية. وفاء؟ لا وفاء بخير. صفاء؟ 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 صفاء! أنا سعد التالي! أنت مين؟
لله يا سعدي بيه. انا متشكر جدا يا فندم لتشريفك وما قلكوش في حاجه وحشه. الف شكر. احنا لقينا دي بعد الحرب. الشبكه دي اول مره اشوف صفاء كانت ملفوفه فيها وكانت مرميه على صخره في ابو قير. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب. بيجرالنا في البيت ده كله بسبب تهورك وجنونك. يو نو انت واحد مأزق. انا مأزق؟ تعالي تعالي هنا، تعالي تعالي يا اختي تعالي. ايه المسخره اللي انت لابساها في العزل؟ انت جاي تعزف رقاصه؟ دي سمكه ومش اي سمكه، دي صفاء. اولا الدرس اللي انا لابساه ده هي كانت بتحبه جدا وبتفضله. تكلمي بجد؟ ثم ده ايه الاسود انت قلتها لي؟ ده ايه مش بتاع العزا؟ لا بسيبك من الاسود، طالما كانت بتحبه خليك لابساه، خليك لابساه. اهدي بقى اهدي. اتفضلي يا حبيبي، اتفضلي اتفضلي اتفضلي. غلاوي يا صفاء يا خراب. انا غالي علي يا صفاء يا خراب. غير لمين الحوض يا صفاء؟ غيري لاختها، ما هي وفاء موجوده. حرام عليكي بقى، كفايه كده. يا ما قلت لك، يا ما قلت لك اسمع كلام المافيا، اسمع كلامهم واديهم اللي هم عاوزينه. ما سمعتش كلام كالعاده. انا اسمع كلام المافيا؟ انا سعد التالي، المافيا مين؟ يا حبيبتي يا صفاء. خلاص يا ام ابراهيم. يا غالي يا عليا يا صفاء. خلاص يا ام ابراهيم، ما تزهقناش بقى. النبي اطعم فيا. مش فيكي لوحدك، خلاص خلاص. يا اهلا بالمعلمين، يا اهلا بالمعلمين. يا حبيبتي يا صفاء. خلاص يا معلم. اشوفك بقول الله يا سعد بيه. شكرا يا معلم. انا الحاج مجدي صاحب محلات مكدوب للاسماك. ونعم الرجال. المرحومه كانت عزيزه علينا كلنا. مش عليك لوحدك يا معلم. انا عمري ما انسى اخر نظره ليها واخر حاجه قالتها لي قبل ما تموت. قالت لك ايه ارجوك؟ صفاء قالت لك كده؟ ايوه. ما قالت لكش حاجه تاني يا حاج مجدي؟ ايه كانت بتبطل كلام. قالت ايه تاني ارجوك؟ بس انا فهمت، انا فهمت. أرجوك الكلام اللي قالته صفاء ده يبقى سر بيني وبينك، ده كلام خطير كبير يا سعد بيه. مين الأخ؟ وده الحاج كناني مندوب حلقة السمك. حاج مين؟ كناني. أهلاً وسهلاً. أصر يعزف طبق بنفسي. شاكرين يا حاج ولحلقة السمك. ثانية واحدة، ثانية واحدة. مين الأخ؟ أهلاً. دي جاية ليه؟ تعزف. تعزف مين؟ تعزف صفاء؟ هو أنا ناقص جايين تشمتوا فيا؟ بره! مش عايز ولا قطة تخص العزا، اتفضل بره! اللي جاية تعزي، اللي كانت بتحوم حوالين الحوض ليل ونهار عشان تاكلها. تخص على القطة. ايه ده سعد بيه؟ لا مؤاخذة، شرفنا يا حاج، شرفنا. هو ماله جاي يستظرف ولا ايه؟ معلش يا عمي انا هنا. انا هنا. لا مؤاخذة، لا مؤاخذة. انت تعرف المرحومة؟ كنت اسمع ان طعمها حلو يا ابني. احنا هنستظرف ولا ايه طعمها حلو؟ ما تحسن كلامك. انا احنا نعرفوها من زمان. ايوه ده انا اللي اصطدتها. انت اللي اصطدتها؟ ايوه. الراجل الزفت اللي انت جايبه لي ده جايبه يحرق دمي؟ اطلعوا بره، مش عايز قرف. ايه ده؟ المواد القبيحة ديت والزفرة دي، إذا كان في أباحة ولا زفارة فيهمنك أنت. ده أعرف حصلت على العيال دي. هتعمل إيه يعني؟ هتعمل إيه؟ على العيال دي. خد وامشي، خد وامشي، خد وامشي من هنا. خد يا حاج مجدي بلاش قرف. إيه ده؟ إيه الفوضى دي؟ ولاد الشوارع دول. يا حبيبتي يا صفاء. يا غالية عليا يا صفاء. زهقتيني بقى، زهقتيني بقى. يا صفاء الحب. اتنيل بلا حب يا حاج مجدي. أيوه يا سعد بيه. يلا بقى خد الولادي بره. تعالي هنا. خرجتي امتى؟ حبيبتي يا صفاء. يا حاج مجدي. ايوه يا سعد بيه. شيل يلا. اصيل يا سعد بيه. ما تخرجنيش بايدي فاضيه ابدا. سلام. اهدي يا مدام. خدها بدل ما اطلعها. يلا. صفاء كانت غالية علينا كلنا. اتفضل. الولية ماشية ازاي في العزا؟ بتستفزني. نورت يا حاج. واحد الله، واحد الله. اشكر لي اهل مطروح كلهم، فرد فرد، كل صيادينها رجاله. الحمد لله. الله يرحمك يا صفاء.
وبحلق في العالي انا التالي انا الغالي انا السلطة انا بمالي بطير وبحلق في العالي انا التالي انا الغالي انا السلطة انا بمالي بطير وبحلق في العالي انا التالي انا الغالي انا السلطة انا بمالي بطير وبحلق في العالي زي كل الناس انا اغنى واحد موجود هنا يا انا الياقوت الذهب الماس واعوذ بالله من قولك انا مش زي كل الناس انا اغنى واحد موجود هنا انا الياقوت الذهب الماس واعوذ بالله من قولت انا اكيد انا اصلا انسان آلي ما نتالي لو يقتلوني من صغري عمري ما كلت علقة مليون على ما في بنطلوني اخرام كتيرة 100,000 طلقة ما بتقتلش لو يقتلوني من صغري عمري ما كلت علقة مليون على ما في بنطلوني اخرام كتيرة 100,000 طلقة جايز اضحي ايه لو حتى بابني ايه اخلف غيره ايه ولا تغلبني ايه اسف محدش يلوي دراعي ده انا عالي اوي اوي في استهبالي ما انا تالي انسان آلي ايه انا التالي ايه انا الغالي ايه انا السلطة انا بمالي بطير وبحلق في العالي خلاص يا عطية خلصت على الجهاز اللي دادي جايبهولي كله. دادي؟ دادي مين ده بت؟ بابي برعي برعي المنجد باسمه دادي يا بنت المنجدة. بقولك يا بت صمت تام جري حالا تروح تجيبيلي الواد بتاع الدش. حاضر حاضر. خلاصي اهو جه اهو اهمد بقى. خلاصي. مساء الخير ده منزل الاستاذ عطيه ابو الضلوع. اه انت بتاع الدش؟ اسمها بتاع الدش اسمها انا المهندس فني الكترونيات. طب خش يا باشمهندس الكترونيات قول له الكلام ده جوه. حاضر يا فندم. مساء الخير. مساء الخير. لا مؤاخذه سوري انا اسف انا اسف سامحني اصلا. مساء الزفت والقطران عليك. انا اسف يا حاج انا اسف. انت بتاع الدش؟ ايوه يا فندم انا مهندس فني الكترونيات تحت امرك. ولا انا اسف. ولا ايه في ايه يا فندم؟ عارف لو ما ظبطتش الدش ده انا هعمل فيك ايه؟ تقعد تشوف شغل كده. مش هضربك بايدي دي. لا بلاش دي بلاش. عشان دي ضربت العظماء اندرتيكر وهوجن. هو في ايه؟ انا هضربك بايه بقى؟ اه صاعك الناموس. صاعك ناموس؟ ايه ده انا حشره؟ هو ابوكي ماله مجنون ولا ايه؟ اهلا جوز حضرتك. ليه عملوه ده؟ انت صباع من صوابعه. امرني يا فندم. انت شكلك مستبزني. اه مستبزك ليه يا عم؟ انا لسه انا جاي اصلح لك الدش. شكلك مستبزك. فين بطاقتك يا بطاقتي؟ ليه حضرتك وانا على المحور؟ ايه موضوع بطاقتي ده؟ اديله البطاقه. اتفضل يا حبيب بطاقه. اتفضل يا فندم. ما تقلقش كله هيبقى زي الفل. صدق شكلي اديتها للجنه وما ادوهانيش تاني. معلش 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 معلش. بطاقتك فين؟ ما انا بدور عليها حضرتك. اصل انا اتفاجئت انا جاي اصلح مش جاي اطلع لجنه ولا اقدم في التجنيد. خلي موضوع البطاقه ده بعدين. سيبني اصلح لك المصلحه. اوكي. انت اسمك ايه؟ ايه اسمك ايه؟ مش مشكله اسمي. خليني انا. اعرفني بشغلي. اعرفني بشغلي. ايه اللي هربان منك؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه
قناة الساموراي. ساموراي ايه؟ ده انا عندي شوية قنوات بتنزل شغل احلى من اللي في الساموراي. لا، قناة الساموراي بقالها 3 ايام بتقطع، والنهارده قطعت. اسمع كلامي بس. إيه؟ اسمع كلامي. انا هجيب لك قنوات بتجيب شغل احلى من الساموراي. ايوه، العظماء الستة. ستة؟ ايوه. العظماء ستة ايه يا ابني؟ العظماء السبعة. ما الزعيم بتاعهم مات من شهر، انت مش متابع، شكلك مش متابع. انا هدلعك. سبعاوي مات. ايوه، هو يعرف السبعاوي؟ سبعاوي مين؟ ده انا بهجس معاك يا اخ. واحد الله، واحد السماوي مات. هو قريبه يا مدام؟ قريبه؟ طب خلاص لو سمحتوا، عايز ريموت التلفزيون عشان ابدا اشتغل. هتلاقيه هنا ولا هنا؟ ادور عليه، انا بشتغل عندكم مش بيتكم. الريموت فين؟ يا عم ما تهدى بقى، وترتنا. دور على الريموت. انا ادور ليه وانا مالي؟ مش بيتك؟ اجري دور على الريموت. يلا، هو طبيعي ولا هو اللي مش انتوا شكلكم انتوا الاثنين؟ ادور عليه فين؟ دور عليه هنا. حاضر، انا بشتغل عندكم. ودور انت كمان هنا. ايه اللي حضرتك؟ ما في، ممكن تقول لو سمحت. انا اقول اصلك واخد نص الشقه، فممكن يكون موجود. أول. ما بقومش، انا اسف. انا اسف. اعتمد على نفسك. استنى، اعتمد على نفسك. لف لف. يا نهار ازرق ومنير. طب حضرتك، طب بسيطه، انا ممكن انزل اجيب 12 ريموت واجي لك على طول. لا ليه؟ ليه انت مش واثق فيا؟ بطاقتي، بطاقتي معاك اهي، بطاقتي معاك اهي. لو مش واثق فيا، انا شاكه ان هو اللي خد الريموت اصلا. تنقاش. ده انت نقاش. ايوه، في ايه نقاش؟ بس هوايتي الاساسيه واللي ناجح فيها الالكترونيات، ما فيهاش حاجه يا جماعه. ولا ايه؟ ولا انا الريموت ده بالذات لازم تجيبه لي. عارف ليه؟ ليه؟ على... هو ايه الموضوع؟ خير يا فندم؟ انا كان عيد ميلادي الاسبوع اللي فات. كل سنه وحضرتك طيب. وماما الله يرحمها جابت لي هديه قبل ما تموت الاسبوع اللي فات. امك ماتت الاسبوع اللي فات وبتتفرج على التلفزيون؟ ده انت البعيد ما عندكش دم. والله الراجل ده ما عنده دم. خلاص، واحد الله. طب اعمل ايه؟ انزل اجيب لك ريموت واجي يا فندم. لا، انا عايز الريموت ده. طب هو بتاعي، انتوا اصحاب الشقه مش انا. عايز الريموت ده. بصي، الواد ده انا شاكك فيه. شاكك فيه ايه؟ وانا كمان شاكه فيك ان انت اللي خدت الريموت. لا، تبان عليكوا عيله مجنونه وانا وقعت فيك. واحد الله، واحد الله. تعال بس ما تلفش. هو بيعمل بيوطي فجاه في وشي ليه كده؟ تعال استنى. ايه ولا. ايه ده؟ ما الريموت اهو. يا هوب يا هوب، موت اهو. خد يلا الريموت اهو. احنا بقى وحياه امك وهسيبك بتاعتك معايا. الريموت، 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 الريموت. الحمد لله، الحمد لله، ما فيش حد شافني وانا داخل العمارة. انا عامل ايه يا رب في المصيبة دي؟ يا نهار اسود. مين مين؟ الو، فين الريموت؟ هجيبك. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. وادي التليفون، وادي التليفون. اعمل ايه يا رب في المصيبه دي؟ الراجل ده شكله مش هيسيبني في حالي. من بيتك. مين؟ الباشمهندس كريم النقاش. ازيك يا خالد؟ ازيك؟ ايه ده؟ مال لونك مخطوف كده ليه؟ بقول لك ايه، ما تقرفنيش. ازيك وماما عامله ايه؟ كويسه؟ انتهينا. لا، ولا لوني ولا زبط. قول لي لونك مخطوف كده ليه؟ يا سيدي انا مخطوف ولا حاجه؟ خالد ما تقرفنيش بقى. لا والنبي تقول لي. عليه الصلاه والسلام، انا فورت يا خالد وقررت اهرب. ايه ده؟ انت كمان؟ اه، وفي حد تاني هرب؟ انا كمان هربان. هربان ليه؟ من الاكتئاب. انت لسه عندك الاكتئاب؟ ما تجمد بقى خالد شويه بقى، عيب يبقى جاري كده، اجمد بقى. مش انا لوحدي اللي هربان، ده كل العماره هربانين. تكلم بجد؟ اعتريني بقول مفيش حس في العماره. مين هرب يا خالد؟ عرفت انت ماجده اللي في الدور الاول؟ اه، هربانه. هربت ليه يا خالد؟ بس مش كلها هربانه. مش كلها دماغها هربانة. بس اللي هربانه منها. ومين تاني؟ تانت سوسن اللي في الدور الاخير هربت برضه. ايوه. الله، انت عارف كل الستات اللي هربت؟ مفيش راجل اخباره عندك؟ ما تجمد يلا وتقعد مع الرجاله بقى. بقول لك ايه، انا جات لي فكره حلوه قوي. ايه؟ تيجي نهرب مع بعض؟ وربنا ما اهرب معاك. عايز حاجه تاني؟ ليه كده؟ كده والله ما اهرب. لو كان انا مش طايق الناس كن معاك في عماره واحده من رغيك ورزالتك. والنبي اهرب معايا. اهرب مش معاك. ههرب معاك، ما تقرفنيش بقى بدل ما اعورك. يوه، ايه ده؟ عيل الرزق ده هو ده وقته؟ دماغي وجعاني وودني كمان وجعاني، مش عارف ارد. طب ايه، ارد لك انا؟ لا لا، هفتح السبيكر. الو، فين الريموت؟ ده عطية. عطية مين؟ وربنا عطية. ده عايزك انت. مش هبقى. ارمي التليفون، ارمي التليفون. ايه ده؟ ارمي. روح استخبى عند امك. اسكت انت. طب هكلمه، يمكن عايزك. لا مش عايز، انا مش عايز. يا كريم تعالى هنا، انا بقول لك. ابعد يا خالد. يا كريم. سبحانك يا رب في حكمتك، فجأة قرر اهرب من بيتي ومن دنيتي اللي انا بحبها. واهرب عشان ايه؟ يا ريت عشان حاجة مهمة، حاجة تافهة. ريموت، ريموت. اسيب السطوح اللي اتربيت فيه وكبرت فيه، اسيب الدشات اللي كنت بلعب فيها رايح جاي وانا صغير. الدش دوت بتاع انكل عبد الحميد اللي في الدور التاني، انا عارفه، ركبته معاه، بس كان راجل رخم، انا بوظهول. يلا، العرب ساتي الجميل لكل العمارة فرحت لما ركب.
بس خلاص بقى انا ههرب، هم يقعدوا يتفرجوا ان شاء الله عنهم ما اتفرجوا على حاجه. بس انا هبوظ كل الدشات، ما امشيش انا وهم يطلعوا يتهنوا بالسطوح اهو كله غلط. يلا يلا، والتكعيبه اللي انا عاملها بايدي كل ده ريموت يضيعوا. يا رب يا رب. ايه ده ابويا؟ ادعي لي يابا، ادعي لي يا امي، ادعوا لي في رحله الهروب الكبيره اللي هبداها. ما شاء الله عليك ابويا، بص ابويا كان برنس ازاي وقمر، وامي وشها زي القمر، بس شكلها كانت بتشتغل عنده في الاول لانه المستوى فيه فرق كبير. بس ام ابويا هعمل ايه؟ والنبي تدعوا لي. يا نهار اسود، انا فجاه قررت اهرب. طب اهرب اروح فين؟ ارض الله كبيره قوي دي، لازم خطه. انا اول هروب ليا في الشقه اللي تحتينا عند عمتي، اقعد لي بتاع شهرين يهدوا عليا شويه، بعد كده رحله الهروب الطويل شويه في الشارع اللي ورانا، اقعد لي سنه يكونوا نسيوني، بعد كده اجي اختفي هنا بقيت عمري. هي دي خطتي بامر الله. اريح بقى عشان شكل الرحله هتتعبني شويه. مش عارف، احنا بقالنا 3 سنين بنسأل هو فين لحد ما نسيت احنا بنسألها عن ايه. كلام قصاها هيبهدلنا، ممكن يموتنا. لا بس في سؤال ممكن يخليها تجاوب. ايه هو؟ هو فين؟ هو مين؟ هو فين؟ هو ليه؟ هو فين؟ هو فين؟ هو دي مضايقاني قوي، مش عارف ابرق. اعترفت صنصن؟ يعني ما اعترفتش طبعا. وهتعترف ازاي؟ ازاي؟ ما انا معايا 2 نسوان، لو معايا رجاله كانت تعترف، لكن انتوا بقالكم 3 سنين بتستجوبوها. طبعا هتقعد تقول لي بقى 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 بقى. هات عارف انا بسكر اوفر كده ليه؟ عشان اغيب عن الوعي. رميتوا التلفزيون فين يا بت؟ وديت الريموت فين يا بت؟ اه صحيح، ما انت في بلاستر، هتتكلمي ازاي؟ طبعا طبعا، ما انا معايا جزء اغبيه بتستجوبوها وحاطين لها بلاستر. يا جدعان عيب، يا جدعان يا جدعان رعوني بقى، ده انا بدفع فلوس ومهدد نفسي في الاخطار اللي في البحار وقرصان ونيل. الله يخ... ماشي ماشي، وديت الريموت فين يا بت؟ اكلمك اهي، ادي حجتك اهي. فين الريموت؟ ما خلاص تستهبل، مش بتلك الزفت. فين يا بت الريموت؟ في الليفينج. فين؟ في الليفينج. بقول لك في الليفينج. فين في الليفينج؟ تحت الكليم عند الليب. الكليم؟ عند الليب. عند الليب. انت جبتها منين دي؟ الحلوه منين؟ من سافت. في حاجه؟ اجدع ناس سافت وناس سافت. ثانية واحد. ما ايه؟ ما يعني شلت البلاستر قالت في الليفينج، مش محتاجه مجهود صح؟ انا في حاجه كده نفسي اعملها وانتوا حسيتوها. خايفين، انتوا خايفين صح؟ معلش معلش. سكوا مرس. ما بفهمش كلام. اي ايه الاوفر ده؟ انضربت بصاروخ. ايه يا عم ده؟ معلش مش هتفرق. بقى ولا اقول لك سلامت؟ قتلتهم كلهم. لبسه دي الركاله. اسمع الله عليك يا قمر، الله يخليهم لك. على الصبر وانا اروقك. ايه ده ايه ده؟ ده انت فهمتيني غلط خالص، ده انت طلعتي مراهقه. انا راجل ما بركزش في شهواتي، انا عايز الريموت وخلاص. فين الريموت؟ لا يا لاو يا لاو يا فضحتي. جريبه يا بنت، وانا اغتصبك بقول لك هقتلك. عارفه ليه؟ عشان اتفرج بالريموت لوحدي في الليفينج. اي بقول لك ايه، بقول لك ايه يا بت، الريموت الصغير بتاع الدش معاك؟ اه اوكي. والله مشكلين قوي. هات هات بق، انا مش لسه ضربك طلقتين، انت هتستظرف. مساء الخير ابو جمانه. ايه ده؟ انا رجلي الخشب منمله ليه كده؟ في الليفينج تحت الكليم عند جلاب. 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 يا اخويا بطل السبيرتو اللي بتشربه ده، هيتموت. هيموت يا فوزي،
الريموت الفوزي بتاع ماما، لازم اجيب الريموت بتاع ماما، لازم اجيب ريموت ماما وبتاع الباب. مساء الخير، انا ممكن اسال حضرتك شويه اسئله؟ معلش خديني على قد عشان انا هتجنن، خديني على قد عقلي. انت عندك سجاده؟ عندك سجاده في البيت؟ لا عندي كليم. عندك ايه؟ كليم. قوليها بصوت عالي. عندي كليم. وعندك ايه من الاجهزه والالكترونيات خاصه بيكي؟ ده سؤال برضو؟ اه. عندي لاب. هو ده الكليم واللاب. تعالي قفشتها لك يا اللي قاعد. انت بتشرب ايه؟ ثلاث خمسات يا هايب. خد خد. اسمع اللي اقوله لك. انا نمت شويه وربنا كرمني، شفت المنام طلع كل الحقيقه. شفت ان احنا كلنا في بحر وناس لابسه لبس غريب ومش عارف من الناس دي كلها الا الوليه دي. بقول لها فين الريموت؟ كنت انا لابس برضو لبس زيها زي اللي في البحر. قالت لي الريموت تحت الكليم عندي اللاب. تحت الكليم عندي ايه؟ عندي اللاب. بس تعالي نمشي ورا بعض بقى. فين الكليم؟ ادي الكليم. تعالي وليه هنا. تعالي وليه هنا. فين اللاب بتاعك؟ فين اللاب؟ ادي اللاب. فين؟ ايوه. وادي الكليم. طب نقلب كده؟ قلبي. الله اكبر. الريموت. الريموت. الريموت بتاع امك اهو. اهو يا اهبل يا اهبل. امسك. الله يخرب بيوكو. اوعى يحصل لك حاجه في التلفزيون وتبعت لي تاني. خدي ده مني. خدي. خد في خلقتك. خدي مني ده. قرف. اوعي. سامع. يلا يا نادي. يلا. خدي يا عم. انت بتخونيني يا بنت. نبي يا اخي عشان تبطل تتفرج على قنوات المصارعه دي وتقعد معايا شويه. انت مالك؟ انت مالك تاخدي ريموت ماما ليه؟ تاخدي ريموت ماما ليه؟ بقول لك ايه؟ انا هطلعك بالثلاثه. عايز اتفرج على الريموت لوحدي. امشي امشي. تعالي لي يا ماما. تعالي لي يا ماما حبيبتي. الحمد لله ماما جابت لي ريموت. الله يرحمك يا ماما. الله يرحمك.
بدردر يا بدردر يا جميل، صباح الفل يا جميل. بدريه بدريه، الله مش هتحقني على تيفه حبيبك يا بدريه. حبيبك هيكم؟ لا ده كده كتير يا بدريه، بقالك فتره قافله مني. لحد امتى؟ لحد ما تتنيل تبطل الهباب اللي انت بتضربه ده. يا راجل يا مفتري، بص نفسك في المرايه، مش شايف منظرك بقى عامل ازاي؟ ماله منظري وماله يا اختي؟ منظري دوت من اهمالك انت اللي وصلتيني لكده يا بدريه. لعلمك انا ما بستحماش بالجمعه لاجل ما ريحتك تفضل فيا وشماها. بحبك يا بدريه بحبك. يا توفيق ده انت عايش في وهم. يا نهار اسود، اغنيها له دي ولا ايه؟ يا راجل يا راجل، ده كل الناس عارفه انك انت مدمن. يا مدمن؟ ما تقوليش كده، انا مش مدمن. مش عشان بضرب فول حراتي كتير يابا مدمن. انت فاهمه غلط الكلام ده. في الكوسه في الطماطم الحراتي عايز لي بتاع 10 فدادين عشان اوصل للادمان يا بدريه. لا مدمن، مدمن فول حراتي وكل الناس عارفه واقولهم اخواتك. اخواتي؟ اخواتي عارفين وبيقولوا عني كده؟ وانت ايه اللي دخلك بينك وبين اخواتي؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ نسيتي انا جايبك منين يا بت؟ ده انت كنت بتلعبي قرود انت وابوك وامك على محطه القطر يا بدريه. يا شيتا يا شيتا، وجبتك عيشتك في حديقه الخالدين. احمد ربنا على النعمه واسحي نفسك يا بدريه، اسحي وفوقي. ها وبعدين اخواتي اللي انت فرحانه بيهم دول، انا المخ المدبر. انا زمان قبل ما ربنا يبليني بالفول حراتي كنت بضرب حرنكش، وانا اللي كنت بعمل المشاريع وهم اللي ينفذوها يا بدريه. شو اللي ينفذوها يا اخويا؟ ينفذوها؟ انت بتذلني يا راجل، بتذلني باللي انت معيشني فيه؟ نهار اسود، انزل انزل لي كده اشتغل، انزل لي كده اشتغل بدل ما انت قاعد في حضني زي الوزه. لا انت كده زودتيها قوي. لا بدريه انا مش وزه، انت عارفه ان انا اسد ومش اي اسد، انا عصب. انا عصب يا بدريه، انا عصب يا بدريه. عصب ايه ده؟ ايه ده؟ الحقيني فلاه يا بدريه، الحقيني فلاه. يلا يا بتاع الحبايه. لا الفلاه فيها ثلاث حبات، هاتي واحده بس يا بدريه، هاتي واحده. ابوس ايدك. طب اقول لك، قولي لي فول حراتي في ودني، قولي لي في ودني فول حراتي. قولي فول حراتي، فول حراتي، فول حراتي، فول حراتي. ربنا يخليك ليا يا بدر. احنا اجتمعنا النهارده يا اخوانا لان انا واخويا الحاج محمد وزوج شقيقتي قررنا بصفتنا اعضاء مجلس اداره المؤسسه إننا نفتتح خط ونشاط جديد للمؤسسة بجانب نشاط التجارة في المواشي واللحوم. الله 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 يا حاج أحمد. قوم 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 يا محمد، قوم يا محمد، قوم قوم. كل لحمة ومشاريع من ورايا. أنا الكبير هنا وأنا اللي هي الكلمة العليا. يا أهلا وسهلا يا حاج، يا خطوة عزيزة. ايه الخطوة عزيزة دي؟ جايلك من بورسعيد انا ولا ضيف انا في المؤسسة يا حاج احمد؟ انت بتصغر لي ليه يا محمد؟ ما تستهدى بالله يا حاج توفيق، مالك داخل علينا كده متزرزر؟ لا انا متزرزر ولا مش متزرزر، واتكلم معايا يا عادل. انا اخوك الكبير، ما تنفيش ليش كتافك يا محمد. انا بقول اهو. طب لو سمحتوا يا جماعة سيبونا دلوقتي لوحدنا بعد اذنكم. بس ثانية واحدة اقعدوا، انا اللي اقولها. لو سمحتوا يا جماعة سيبونا شوية لوحدنا. ايوه كده ايوه كده ايوه كده. جرى ايه يا حاج؟ هي بدرية فاعتنا زر من بتوعها ولا ايه؟ جرى يا حاج احمد، ببقى اسمها ست بدرية، دي مراتي وتتكلم عليها باحترام. ما تفورش دم يا حاج احمد. لسه بتضرب الفول الحراتي ده برضو يا حاج؟ ولا بطال، واخده مسلوق ومشوي. ليك شوف في حاجه ولا مالكش؟ انا المشاريع دي كلها هلغيها. ايه راي الساده الحاضرين؟ مين؟ ايه الناس كلها خرجت يا حاج توفيق؟ برضو يردوا عليا يا حاج احمد. هد انت بس اعصابك كده وانا جايب لك حاجه زي الفل اورجانيك. مين وحيد القرن ده؟ ده جوز اختك يا حاج. جوز هو انت جوزت اختي من ورايا يا حاج احمد؟ وانا مت خلاص يا حاج احمد. فول حراتي فول حراتي فول حراتي. ماشي ماشي
من النهارده كل اللي في المؤسسه انا اللي هديره. خلاص يلا وحيد القرن، عايزك في كلمتين. يلا بينا. يلا يا حاج. انت مزعلني يا محمد وبتنفش لي كتافك وبتصغرني. الله الله الله، اهدى يا حاج. يا هو ما اهداش انا اخوك وربنا كله وابنك يا محمد. خلاص يا حاج، هدي نفسك. ما يستاهلش. خلاص يا حاج، انت بتاخد البنيه من غير رد فعل. خلاص واثق في نفسك قوي، بديله بالبوكس وبيزلي دماغ. ماشي مؤاخذه يا حاج، كانت هتيجي فيك وانت اخويا الكبير. الكبير ايه يا حاج؟ انت نسيت ولا ايه؟ انت الكبير. هو انا الكبير؟ ايوه. يبقى هضربك يا حاج. مش كده يا حاج، هضربكم كلكم. يا حاج انت بتصغرني ليه يا محمد؟ يا محمد ده بيفور لي. معلش دور على طاقيتك بقى. خلاص يا حاج، اخوك الصغير. معلش. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج. ايه دي عربيتك؟ اه يا حاج. هو انت بتسرقنا في الشغل ولا ايه؟ اعوذ بالله يا حاج، انا عمري عملت كده. امال جبت الفلوس دي منين؟ ايه ده، دي عربيتك؟ كله من خيرك يا حاج. اه ايه، اضحك عليا، اضحك عليا. اتفضل يا حاج، اتفضل. ماشي. بكره نعرف كل حاجه. بالسلامه بقى. بالسلامه انت. سلام. بركة حلت على العربية والله يا حاج. حلوة حلوة السقف ده. هو انت مرتشي ولا ماشي بما يرضي الله؟ أعوذ بالله يا حاج، ده لحم اكتفي من خيرك يا حاج. ألف مبروك. بقول لك ما عكش فولتين حداتي عشان الطريق. يا حاج أنت كده تقلت قوي يا حاج، ما أنت لسه واخد جوه يا حاج. أعمل إيه؟ طب خلاص ما يطارت، ما أنتوا عصبتوني في الاجتماع. بس أنا معايا حاجة تانية يا حاج، ما أعرفش تنفعك ولا لأ. ما معاك إيه؟ شوية حشيش كده، حشائش. لا 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 لا، ده بيتعبني. التاني فيه مدغ، أنت مش فاهمك أنت في الفول الحداتي. بقول لك إيه؟ وانت ايه؟ انا جوز اختك يا حاج. صح، كنت شحات ومش لاقي تاكل ونظفناك ودخلناك العيله، فاكر ولا لا؟ انا مش جاحد وعمري ما انسى يا حاج. دي فيها كاكالاكس. يا حاج اهو، ما انت دوست عليه خلاص. دي فيها كاكالاكس. فيها شكلك بتسرقنا عربيه بكالاكس. بس ايه يا حاج؟ اعوذ بالله. ما علينا، انا عايزك في حاجتين مهمين وفتح مخك معايا. امر يا حاج. اول حاجه تقول لي منين بتستورد الفول الحراتي الاورجانيك. لا يا حاج، من غير ما نستورده، احنا نزرعه في ارضنا وحط في بطنك بطيخه صيفي ويطلع اورجانيك. ويطلع اورجانيك وزي الفل كمان. طب الحاجه الثانيه دي فيها كلاكس. براحتك يا حاج، اهو كلاكس. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركه يا حاج؟ انا عمري عملت كده يا حاج. ايه العربيه اللي بكلاكس دي؟ ايه دي؟ طب ركز في اللي انا هقوله لك. معلش انا عارف انها غريبه شويه. في خبر لو طلع بره هدبحك. انا بقالي 27 سنه بكتب دراسه جدوى لمشروع هينقل شركات نادي نقله نوعيه. امر يا حاج. يعني ايه نقله نوعيه يا حاج؟ ما انت جاهل واحنا دخلناك عيلتنا. نقله نوعيه لشركاتنا، وكتبت كل دراسه الجدوى ومفيش مخلوق اراها. امسك، شايف علبه الكبريت دي؟ دي علبه كبريت يا حاج. هتفتحها تشيل العيدان ترميها، هتلاقي مكتوب جوه كل تفاصيل المشروع في العلبه دي. في العلبه دي. وماله؟ اوعى تضيع منك ولا تولع وتحرق المشروع. لا ما تخافش، في الحفظ والصون يا حاج. دي فيها كلاكس. فيها كلاكس، ما انت دوست عليه 100 مره. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا ولا ايه؟ لا مش مرتشي يا حاج. ما انت جايب عربيه بكلاكس يا حاج. ما هو كله من خيرك. طب ما معاكش فولايه كده ولا كده يا حاج؟ انت خدت كتير قوي النهارده، كده مش هينفع. طب شوف لي حبه ترمس اهدى بيهم شويه. لا يا حاج مفيش. انت بتاكل على الله، انت رخم قوي. وقعد في عربيتي ليه؟ من غير ما تقول يا حاج. انا كنت ماشي من غير ما تقول. يلا يا تخين الحرامي. يا تخين افشله. سلام يا حاج. يا تخين افشله، يا تخين افشله اللي جوزناك اختي في 60 داهية. علبة الكبريت فين؟
علبة الكبريت فين؟ خدها الواد التخين ومشي وسابني هولع بإيه؟ وأنا اديتها له ليه؟ دي فيها كلاكس وأنت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركة؟ جايبة عربية بكلاكس كله يتعب. يا ترى ايه المفاجأة اللي هتقدموها في مشروعكم الجديد؟ في الحقيقة مشروعنا بيعتمد على ثلاث خطوات. بدريان على الهواء على قناة السنابل الزراعية عشان تبقي تقول انا ما بعملش حاجة. دي قولي بقى لحبايبك وجيرانك وكل الناس انا اقدم لكم. هنطلق النهاردة مع اخواتي طبعا مشروع هيفيد الفقير ويفيد الغني جدا. ما معكش كوليتين يا حاج؟ ما يصحش قدام الناس يا حاج. تعبان فول حراتي فول حراتي. حلوة فول حراتي كده. اوفر دوز. اتعب يا حاج اتعب. شكرا. المشروع اللي هيفيد الفقير والغني ببساطة وهيعمل رواج رهيب ان شاء الله ان كل واحد يسلم ملابسه الداخلية ياخد جلبية. فقولوا لكل معارفكم يجمعوا الملابس عشان ياخدوا كم من اتفضل يا حاج. اتفضلوا يا فندم. اتفضلوا حضراتكم اقلعوا في المبوله بتاعه القهوه واخويا هياخد منكم البول هياخد منكم الملابس من القهوه. اتفضلوا. يا مرديان يا عيله الخير اجدع ناس وكرامكم غير. متشكرين ان شاء الله. لو في وقت البرنامج التقي بيكم تاني. بساتها بدرية. ومن الجدير بالذكر أن هناك قضية نصب دولية وصدر قرار بالقبض على الأخوين أحمد وتوفيق المرديان بسبب تورطهما في قضية سرقة الملابس الداخلية لعدد كبير من المواطنين ولم يتم تسليم الجلاليب في الموعد المحدد لها. أما الضحايا فقد قاموا بتقديم بلاغات لاسترداد توفيقهم. سيب اللي انت بتحببه ده وتعالى بص شوف مكتوب فيه ايه في الجرايد. انا مش فايق لك يا بدريه. بتعمل ايه يا توفيق؟ بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بدور على فول حراتي. انبسطتي؟ نار السود ومنيل يا اخي حرام عليك. هو ازاي يا راجل؟ جبله؟ انت جبله؟ انت جبله؟ يا توفيق توفيق ناس عايزه فلوسها. يا تديهم فلوسهم يا تديهم هدومهم. كله راح يا بدرية. كله راح يا بدرية. فلوسنا كلها راحت فين؟ راحت في ده يا بدرية. راحت هنا. يعني احنا معناش فلوس خالص؟ لا ما دي فلوس يا بدرية. بس دوري على حاجة مليان. مفيش يا بدرية. إلهي يا راجل تخسر ما تربح. إلهي ما تلاقيش ولا حباية فول واحدة. يا رب وريني في يوم. إلهي يا رب يحوجه كفاية زي ما حوجه. كفاية يا رب يحوجه زي ما حوجه. كفاية ولا إلهي ولا حباية فول. هاري سود ولا كده وفيه خبطت ولا إيه؟ مش عارف المصيبة دي مصيبة ولا إيه؟ سامعني؟ اتقرشت؟ اخرصت؟ طب أعملك إيه؟ ايه على الورديين للاستثمار الشعب المستسهل طار عايز يضعفهم اضعاف عالم يابا غلاب اضعاف بسلامته قاعد مجعوس عايز يكسب تل فلوس شعب متنح يا ستار الورديين للاستثمار الورديين الشعب المستسهل طار على الورديين لا 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 الورديين للاستثمار الورديين الشعب المستسهل طار على الورديان. ببساطة
ببساطة يا جميل ببساطة، جنطت يا حلوة على بلاطة، ما تكني يا جني بشاع عمرك لا تلاقي بدلهم شوكولاتة. يا مضاع يا حبيبي الطماع، وسابولي شربوا جوز امباتا، وسابولي شربوا جوز امباتا، وسابولي شربوا جوز امباتا، وسابولي شربوا جوز امباتا. ببساطة يا جميل ببساطة، جنطت يا حلوة على بلاطة، ما تكني يا جني بشاع عمرك لا تلاقي بدلهم شوكولاتة. ببساطة يا جميل ببساطة، جنطت يا حلوة على بلاطة، ما تكني يا جني بشاع عمرك لا تلاقي بدلهم شوكولاتة. يا مضاع يا حبيبي الطماع، وسابولي شربوا جوز امباتا، سابولي شربوا جوز امباتا، سابولي شربوا جوز امباتا، سابولي شربوا جوز امباتا، سابولي شربوا جوز امباتا. الورديان للاستثمار الورديان، الشعب المستسهل طرع الورديان، الورديان للاستثمار الورديان، الشعب المستسهل طرع الورديان. اصحى يا باروخ، باروخ اصحى، انت ازفت يا اللي اسمك باروخ، ما تصحى. عايز اقول لك كلمتين. الصباح اللي زي الزفت ده، يا ساتر يا امي، انت ما بتناميش؟ ايه ده، البحر بيعلى وينام وانت ما بتناميش؟ كل الناس اللي على المركب كرهتك عمى، ده القبطان، القبطان نفسه المركب تغرق لاجل عيونك انت. عملوا اجتماع امبارح عايزين يرموا بني ادم للسمك ياكله عشان ربنا يحفظ الرحله، كلهم رشحوكي. عاوزه مني ايه؟ مش عايزه منك اي حاجه، تفك التكشيره اللي على وشك دي، دي تجيب الفقر. طب قول لي صباح الخير يا ماما. يا ماما، هو انت فاكراني بنام ارتاح زي البني ادمين؟ انا بقوم من النوم كل الام، كل الام يا امي، كل الام. حاسب حاسب، تعبان تعبان. ايوه ايه اللي تعبك بس؟ بتقولي قولي وانا اريحك. فروه شعر الخشنه يا امي، كل يوم اصحى الصبح والمركب نايمه اربطها في الحديده دي وافضل اشد وعضلاتي تقفش، اشد وعضلاتي تقفش عشان افردها الفرده دي، ولا عزاني اروح لمزين وادفع لي ثلاثه ساخ. مزين وثلاثه ساخ؟ ايه التبذير ده؟ خلاص يبقى ما بتكلمنيش في الموضوع ده تاني. ده كتير خالص، اجيب لك منين انا الثلاثة ساخ؟ انت على قلبك قد كده فلوس؟ لا ما فيش معايا حاجه خالص. لما المركب هتغرق هيفتشوكي يلاقوكي كذابه ومعاكي فلوس، طلعي بقى. انا غلطانه، انا غلطانه ان انا سمعت كلامك وانت مشحططني وراك كده، وبعدين في الاخر تحط لي هدومي في قفه. خلاص مش عاجبك القفه، اديني 7 جنيه انزل اشتري لك شنطه جلد. لا انا ما ادفعش فلوس. طب 4 جنيه ولا 4 جنيه؟ خلاص يبقى تسكتي خالص. اديني ساكته خالص اهو. وبعدين فين هدومك دي؟ وانت حيلتك حاجه؟ هي الجلابيه وشورت البحر والقبعه المعفنه دي يا ماما. لكن كل الالام والغربه في البحور كلها تهون عشان ارض الوطن، ارض الميعاد. هي فين ارض الميعاد دي؟ مش عارف، بس هم قالوا ان في ارض ميعاد، كل شويه ارض الميعاد ارض الميعاد، ويدوا الناس ميعاد من غير ما يبقى في ارض ملخبطنا، بس هنوصل لارض الميعاد. يعني انت ما تعرفش لغايه دلوقتي فين ارض الميعاد؟ لا. والمركب كده ماشيه بين حلواني؟ هيكلمونا الرجاله بتوعنا يا ماما في عرض البحر في نهايه الاسبوع يفهمونا كل حاجه، ما تقلقيش. بس انت طلعي شويه فكيها بقششي على الناس اللي في المركب عشان تدعيلك بدل ما بتدعي عليكي. يخبتك يا ام باروخ، يخبتك في ابنك الكبير، بيعك اللي قدامك واللي وراكي، بيتك وسيغتك، وفي الاخر يقول مش عارف احنا رايحين فين. لسه بتقولي بيتك؟ البيت ده احنا الاثنين شركه فيه، وانت سرقتيني وخدت نصيبي. برضه بتجيب لي سيره الفلوس؟ قلت لك سيره الفلوس دي بتنرفزني، ما تجيبليش سيرتها. ان شاء الله هتموتي وهاخد حقي ان شاء الله. لا مش هموت ومش هتاخد حقك. يبقى نتفق من دلوقتي، اللي يموت الاول التاني ياخد كل الفلوس ويتمتع بيها. اوكي. وبالنسبه يا امي لموضوع الارض، انا كلمت مجموعه سماسره شافولي حته ارض حلوه قوي بتبص على ميدان جهينه، تحفه، ممكن نصورها ونعملها ارض الميعاد، قريبه جدا من المحور، بس الناس عايزين
12 جنيه مش هدفع. طب 10 جنيه كتير. ارض الميعاد؟ لا ماليش دعوه. مش تيجي معانا ارض الميعاد؟ لا هقعد في بولاق. تقعدي فوق يعني؟ انت عامله الهيصه دي وراكبه مركب ومش شحتاته ومش هتيجي ارض الميعاد يا بخيله عشان بخلك؟ براحتك براحتك، انا زهقت خلاص. ايه ده؟ مش تفتح؟ قلبي اتخطف يا باروخ. صباح الخير يا ماما. شالوم. شالوم؟ هيجي منين الشالوم وانت وساره ومزراحي وربني؟ يا غبي يا غبي يا غبي، كلكم عارفين ان ماما بتكرهكم وهي طوب الارض بيكرهها، وانتوا وعدتوني ما تتكلموش معايا طول ما هي واقفه، ليه بتخلفوا؟ ومن امتى في يهودي بيوفي بوعده يا باروخ؟ عداك العيب ياض يا ليشع. بكرتوف يا باروخ. بكرتوف؟ تشربوا حاجه؟ تسلم يا ابو الكرم، انا سارق من امي 3 ساخ. طب بقول لكم ايه، انا معايا كنزايه سايبها عشان لو امي جات لها كومه السكر الحقها بيها. تشربوها؟ اه نشربها يا سيدي. مش عاوزين مش عاوزين. اسمع، احنا هنكلمك في حاجه مهمه يا باروخ. طب ما تقولي باروخ على طول، لازم باروخ. بصوا يا جماعه، انا موافق اعمل معاكم اي حاجه، بس على شرط بعد القعده دي تروحوا كلكم تعملوا لحمين، ان انا هرجع بصراحه. اسمعنا كويس يا باروخ، احنا جايين لك في موضوع مهم وعايزين نعرف موقفك. انت هتشتغل في المخابرات الاسرائيليه؟ ايه؟ بس هتاخد فلوس كتير ياما. قشطه دمي هتفرح قوي. طب يلا بينا. على فين يا باروخ؟ روح للظابط اللي هيدخلني في المخابرات وتروح له ليا. بابا ما هو قدامك اهو. انت؟ لا انا عايز ارمي نفسي في المخابرات. تعالى يا باروخ. اصل المفاجاه. بتتكلم بجد؟ انت الظابط؟ احنا حاطين عينينا عليك من وانت صغير قد كده اهو، وانت عندك 3 سنين. من وانا عندي 3 سنين؟ ايوه. طب ده انا كنت ما بفهمش لسه حاجه. اه انا افتكرت كان في ناس وانا بلعب في الحاره كانوا بيبقوا حواليا كده، وامي بتقول له دول بيخلي بالهم. انا عايز ارمي نفسي في البحر. تعالى ريحني. احنا زرعنا لك ظابط عشان يراقبك، علشان يتأكد من ولائك لدولتنا اللي عايزين نبنيها بقالنا سنين، دولة إسرائيل. طب ما تسيبوني أرمي نفسي فيها. إيه؟ تعالى يا ربي. أنت بتقولي كلام ليه؟ كلم عادي. ده البت دي مخابرات. البت دي مخابرات. أنا هرمي. لا 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 لا، مش دلوقتي، مش هرمي نفسي أما أتأكد منها. أما خلاص، ما كل الناس بقت مخابرات يعني؟ أنتوا فاجئتوني. في حد تاني ولا أنتوا آخر ناس ولا إيه الموضوع؟ أوامرك أدون ليشع. يا نهار أسود، دمي بقت عمي. دي مش الماما يا باروخ. أمال دي مين؟ المستند الإسرائيلي بيني وبينك. خلص على الماما من زمان. خلص على الماما من زمان؟ انت ماما؟ I am Brigadier Shimon Sharon Netanyahu, قائد القوات الخاصة الخارجية في الموساد الإسرائيلي. سوري معلش أنا آسف، يعني حضرتك راجل دكر يعني؟ أيوه. طب مين كان بيردعني وأنا صغير؟ أنا اللي كنت بعمل كل حاجة يا حبيبي. إزاي؟ لو ردعت من حضرتك مع إني مش عارف كانت هتبقى إزاي دي؟ على الأقل صوتي كان تخن. أنت عارف إنه عنا أكثر الأجهزة الأمنية تقدماً في العالم في التمويه والخداع والتنكر. إحنا عايزين نزرعك، نغرسك في مصر. احنا عايزينك تراقب واحد زي زلو علشان تدينا تقارير يومية عنه. فاهم يا باروخ؟ باروخ سوري انا نسيت مكان البحر. هو بقى في، انا مش مظبوط، انا حاسس اني بحلم. حاضر يا فندم، انا جندي مجند تحت امر حضرتك. مين الراجل عايزين تراقبوه؟ صميغ الاسكندراني. مين صميغ الاسكندراني ده؟ المطرب يا باروخ. يا نهار اسوح، سمير الاسكندراني بتاع يا شقامي داري داري الدموع داري، هو ده؟
أيوة سمير الإسكندراني داري العيون داري عميل المخابرات المصرية. طب انتوا عايزين ترقبوه ليه يا فندم؟ هتديكوا له شريط؟ كلمه في التليفون هيفرح قوي. ننتج له ده ايه يا بارون؟ بنقولك راجل مهم في المخابرات المصرية من سنين. انت مش عايش معانا ولا ايه يا حبيبي؟ انا بجد هنط في البحر. انا رايح فين؟ لا انا مش مستوعب اللي بيحصل. لا 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 بقى 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 هو الاستاذ سمير الاسكندراني بتاع مين اللي قال ان الزمان مالوش امان يا عيني. هو ده هو ده بروخ بخبيخه. انت بطل تحت امرك. تحت امرك يا ماما. قصدي يا ست الباشا. انا اسف. احنا ما بنهزرش يا بروخ. ولا انا بس من حق اتلخبط. من حقي. ما تقلقش اسرائيل كلها وراك من سنين. اسرائيل محتاجاك يا بارون. يلا يا مطر. اسرائيل محتاجاك واسرائيل وراك. حاضر ربنا يطمنكم. ممكن اطلب حاجه طلب اخير واعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه؟ فطر وانا بنزل البحر. وربنا ننزل البحر. رايح فين يا بارون؟ مين اللي قال ان الزمان ملوش امان يا عيني؟ دي قلوب الناس هي اللي وراه غدر الزمان يا عيني. يا شوق يا مداد داري الدموع داري. أشوق أمد داري داري الدموع داري. عايزين بقى ننسى ونرتاح من الحرمان. نرتاح من تولعلي. مين ماما؟ الباشا عم المخابرات الاسرائيليه. وطي صوتك. حاضر ادينا ارتاحي. انا اصلا بحب حضرتك. انت قدوتي في الموساد الاسرائيلي. بس شد حيلك احنا وراك. انا ليه الشرف يا فندم ساعتك تكون ورايا وان شاء الله شرف سعادتك في المخابرات الاسرائيليه. اوكي طب السلام عليكم. السلام عليكم. جاتك نيله هتودينا في داهيه. كل يوم اعمل كده ولا حد بيسجل لي ولا حد بيصور لي ولا حد حاسس بيا اصلا. الحاجه الوحيده اللي معلمهانيش ان انا افتح البتاعه دي. تيت تيت العميل. تيت تيت العميل يتكلم. الساعة 12 وربع. واحدة ست تخينة جدا كانت ماسكة في ايديها عيل صغير ارخم عيل شفته في حياتي. كانت مودياه الحمام وفي ايديها تلت مناديل ورقية ومعاها بوك كانت حاطة فيه 65 قرش كانت هتدفعهم تاني يوم للجمعية لمحسن اللي في الشارع اللي وراها. شفتوا دقة المعلومات؟ شفتوا العميل بتاعكم وبتدفعوا لي 40 شيكل في الشهر ما بيكفوش كريم لشعري
زودوها شوية، في ناس بتاخد ميات ما بيهببوش حاجة. تيت توت توت العميل توت توت العميل يتكلم. الساعة 11 إلى 5 الأستاذ سمير الإسكندراني طلع مشط لبني من جيبه وصرح بيه السكسوكة بتاعته. الناحية الشمال الضيقة بتاعت المشط كان فيها 4 سنون مكسورة، الناحية اليمين كانت سليمة بنسبة 100%. شفتوا دقة معلومات العميل؟ زودوها 40 شيكل ما يأكلوش عيش، مش عارف أجيب كريم لشعري، وفي ناس بتاخد ميات ما بتهببش حاجة. توت توت تات تات العميل تات تات العميل يتكلم. أول امبارح التلفزيون المصري زاع النشر 9 3 مرات وما جابوش سيرة إسرائيل في ولا واحدة، وأنا شايف إن ده تمويه بيحسسوكوا إن أنتوا مش في دماغهم وبعد كده ياكلوكوا علقة موت. شفتوا دقة المعلومات العميل بتاعكوا؟ بتدفعوا 40 شكل في الشهر، فكوها شوية. تات هوف هوف سيخ هوف هوف سيخ العميل يتكلم. الواد سوكا الرقاق اتخانق مع العنتابلي الطبال ووسطوني بينهم. العنتابلي هو اللي غلطان لانه ما يصحش ينسى السجاد في الميكروباص. وفي معلومه مهمه جدا، الاسطوانه بتاعت الدبرياش بتاعت الميكروباص بايظه ودي خطر على الترومبه. شايفين دقه العميل؟ شايفين 40 شكل ما ياكلوش يا ناس اي عيش حاف، زودوها شويه نزهق. هو ايه اللي توت وتات يا باروخ؟ ايه يا باروخ اللي انت بتعمله دوت يا باروخ؟ مش انتوا اللي قلتولي اقول كل المعلومات بمنتهى الدقه؟ اعمل ايه تاني؟ دقه ايه؟ ماشي ورا الست التخينه وتقول لي دقه؟ ما انا لازم امشي وراها. طلعت مين في الاخر؟ انا الست التخينه. ايوه وانا المناديل الورقيه. وربنا اللي نط من الشباك. تعالى هنا رايح فين؟ ايه بروخ ده؟ طب انت عارف مين الرقاق والطبال؟ مين؟ انا وليشا. وانتوا مجنداني ولا جايبيني تشتغلوا عليا وتجننوني؟ انا هسيب الشغلانه دي. لا يا بروخ، يا بروخ انت اصلك غلطان، بتبعت لنا تقارير غلط بقالك سنين. بتشغلوني ليه؟ ما تنفدوني وتريحوني. ومالك انت باللي ياخد 100 شيكل واللي ياخد 200؟ ما سيب الناس تاكل عيش يا بروخ. يعني هم ياكلوا عيش وانا اكل زلط؟ ما انا كمان عندي ظروف. خلاص عمليه بروخ انتهت. باروخ ركب الصاروخ. باروخ انا عامل لك مفاجئ. هتزودني 100 شيكل صح؟ لا اتفضل يا حظاظ. وقعت ومحدش سمع عليك يا باروخ. انا ما وقعتش لوحدي يا حضره الضابط، البهوات هم اللي مجندني. احب اعرفك بالابطال، الابطال من المخابرات المصريه. العقيد يوسف شعبان، الرائد ناديه الجندي. والمطلوب؟ تتفضل معانا على البوكس. على فكره يا حضره الضابط، احنا ممكن نحلها ودي وابقى عميل مزدوج واشتغل معاكوا، بس هتدوني كام؟ هنديلك 100 قفا. ما في ناس بتاخد 200 قفا وما بتعملش اي حاجه، فكوها بقى. هي ناقصه فشل. جرجروا على البوكس. فرصه سعيده يا حبيبي. اتفضل. فرصه سعيده. اتفضل يا اخوي. اوكي مساء الخير يا عم احمد. يلا يا عاطفي بسرعه شويه. حاضر. سوسة سوسة أنا سوسة واتجسس ابني جسس.
تفضل. تؤمر بأي حاجة تاني سيادتك؟ يلا غور. حاضر. تعال هنا. حاضر. قبضت مرتبك للشهر ده؟ الحمد لله يا سيدي. يلا غور. حاضر. تعال. حاضر. هات ياض المرتب. اخلص. اهو. ايه ياض ده فين بقيت فلوس؟ ده اللي فضل من المرتب يا سيادتك. ربنا يبارك لك. فين عيالي؟ فين ولادي؟ فين ولاد الحرام؟ خسارة خسارة ومئة خسارة. قالوا لي ان في قطر فرم اربع شباب، قلت يا ريت تكون انتوا، لكن للاسف باظت المرة دي. خير يا بابا. ثانية واحدة. قوم يا قرد انت، قوم يا اخويا ظريف. السفرة دي دفع فلوسها اللي بتتنطط عليها دي؟ مين قال لكم تقعدوا؟ انتوا مين عشان تقعدوا معايا؟ ولادي ده اكتر عار في السي في بتاعي ان انتوا ولادي. لو تعرفوا انا بكرهكم قد ايه. انتوا ولا حاجة بالنسبة لي. تاخد بالك من كلامك يا بابا. ما تقتقش، ما تكلمنيش بالصباع ده تاني، بدل اقسم بالله هقربه. فهمني ولا مش فهمني؟ ايه اكتب طاولة تتكلم معايا بالطريقة دي تاني؟ انتوا زبالة، انتوا اكثر شيء في حياتي، جاتكم القرف. انت بتعاملنا كده ليه؟ احنا مش ولادك؟ انت ايه يا اخي؟ حنوتي؟ انا بكرهكم كره العمى. انا بقف كل يوم في البلكونة وادعي ربنا وعارف ان دعوة الاب مستجابة، اقول الهي تمرض، الهي تتحوج، الهي ما تلاقوا اللقمه وتغوروا في 60 داهيه، الهي تجوعوا وتاكلوا زي القطط من الزباله. باذن الله جاتكم القرف. ايه المناظر دي؟ ايه الشيطان اللي انا مخلفه؟ انا ما اتعصتش يوم ما عملت لك سونار بكت الهبل امك حبله فيك. الدكتور اتفزع وقال لي ده حاجه خطر، ده شيطان نسقطه. حنية الأب طبعا، قلت لا وشرفت حضرتك. أهلا وسهلا. ليه كده يا والدي؟ ليه كده؟ ليه دايما بتزرع فينا الحقد والكره والشر؟ ما تعمليش بقى ذاكر وسطهم يا حبيبي. ها؟ ولا خلي أخوك الصغير باتيستا يرد عليك، ما تتكلمش على المبادئ. سيبك منه يا بابا. خلاص يعني ما تعملش عقلك بعقل السحلية دي. أنت بترجع ياض ولا بتتكلم؟ ايه الخلفة العار دي؟ رزعوا اطفحوا. ثانية واحدة، ثانية. سيب الطاجن يا اهبل انت. سيب، مين قال لكم تطفحوا؟ مين؟ دافعين فلوس انتوا على الاكل ده؟ حد دفع تعريفة في السفرة دي؟ انتوا عالة عليا، انتوا شوية عاطلية وربنا رزقني بيهم. اطفحوا وعلى شرط طول ما انتوا بتطفحوا تدعولي. يلا بالسم الهاني. نحس ان الدعوات من جوه غير الوش، شكلكم بتدعوا عليا، شايفها في عينيكم، بس بعون الله مردود عليكم. بابا. نعم. كنت عاوزك في موضوع. يا ابني اخلص بقى، الليل هيدخل علينا، ضيعت عمري معاك. اتكلم بسرعه بقى، الله يخرب بيتك. كنت عاوز 300 جنيه اشتري جزمه او كاوتش. فاكرها سهله 300 جنيه؟ انا شايلك ال 300 جنيه عشان خرجتك يوم ما تموت في اي لحظه ابقى جاهز واتويك. كاوتش؟ لا كاوتش ارتم صوابعك يا بعيد. لا هتلبس الكاوتش تتشلب فجاه في الملعب. انت بتنفخ مناخيرك ليه؟ شايفك متعصب. في حاجه؟ انت ليه مش مظبطنا؟ انت بابا ابونا. انت ايه؟ انت ابونا. اسمعوا بابا انا. ايه قد اللي بتعمله؟ ضربتك في عضلتك، ايه الاوفر ده؟ ايه المناظر اللي انا خلفتها دي؟ انتوا بتمسكوا لي هو هيضربني؟ انت هتضربني اهبل يا ابن الرقاصه؟ سعد عادل انت واد، انا شاكك، انت ابن حرام، انت مش ابني. العيال دي شاكك فيها، كان انت، انا متاكد. اهبل يا ابن الهبله. اسكت. كفايه. لا انا مش كفايه، انا هطول معاك. في حاجه؟ تلات بتترفصني؟ ها؟ ها يا تافه يا بغيض يا اهبل يا ابن العبيطه. ها ها ها. انا كان زماني مت. الله ده انت دلوقتي
خلاص يا بابا ما تقطعش. مش عايز اتكلم معاه. ما تقطعش نفسك انا هقتله. ايه البقره اللي بتتكلم معايا دي؟ ما تعمل حاجه بزورك. دلوقتي ولعه وانا واقف فجاه كده. انا مش هتكلم معاك عشان انت بتطول وبتقمم. تعال وراي. تعال وراي. ما تكلم على امك بقى. كمل لما نقف. يلا يلا يا عرق. يلا يا عج. يلا الله يخلصني منكم وارتاح. يلا حبايبي عايزكوا بقى يا حبايبي يا ولادي تقطعوا بعض. عايزكوا اخوه احباء تنهشوا بعض. احنا هنعمل ايه يا بابا؟ هوريك يا اهبل غور. انت بتتكلم بجد يا بابا ولا بتهيس؟ عمرك قعد شفت ابوك بيهيس؟ يلا يا مسايل تعمل معانا كده ليه؟ ده احنا ولادك. افتكر لنا حاجه حلوه. افتكر لكم حاجه حلوه. استنى ادم ما ارجع في الاشبال. شيلوا البزازات. يلا قولوا الزفت اللي بيتقال في اعياد الميلاد لا يجعلوا اخر عيد ميلاد. يلا هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي تو يو. خلاص بلا مساخ. خلاص مش عايز مساخ بلا هابي بيرز بلا زفت. يوم اسود اصلا. جبت لي ايه في عيد ميلادي يا بابا؟ جبت لك هديه تنفعك في مستقبلك. جربها في ركبتك الاول. انت يا زفت يا زكي. نعم يا سيدي. شيل التورته دي خلاص ما حدش يدوقها. حاضر. وهات لي ركيه النار. بصوا انتوا دلوقتي خلاص كبرتوا وبلغتوا. انسوا ان انتوا عيال لازم تبقوا ايد واحده. هات يا ركيه النار. طاف النص. حطوا ايديكوا في النار. حطوا ايديكوا وعهدون ان انتوا تبقوا ايد واحده. حط ايدك يا بهبي. حط ايدك. حط ايدك. بقول لك حط ايدك. حط ايدك. حط. صرخوا اكتر. جون سينا حبيبي. اجري غور في داهيه. يلا عايزكم بقى توروني الشطاره. والشاطر فيكم اللي هيقضي على الباقي هيبقى ليه مكافاه 200 جنيه هياخدها على 6 شهور. ابدا. اضرب ياض. اضرب اضرب اضرب. كسر الفقرات. كسر الفقرات. انا بحبك يا اخويا. بحبك يا اخويا. انزل على رقبته. انزل على رقبته. اضرب ياض. مفيش استسلام. اخلص. اشتغل يا ابني. افتح. اشتغل. بقول لك اكسرهاله. دمره. مش عايزه يمشي تاني. قول له سامحني يا اخويا. ايوه يا عم سامحني يا اخويا. ما تسامحوش. ايه رايك في ولادك؟ دول هيموتوا بعض. في 60 دقيقة هيموتوا بعض. وامهم اصلا ماتت. وناوي ابدا حياتي من جديد. عندي حته كده قرتين على المريطيه بس ايه بعد ما يردموا الترعه هيبقى في براح وانت قاعده ان شاء الله في البلكونه. هتيجي نقعد في الكافيتيريا شويه. هو انت مستر اندرتيكر؟ اندرتيكر؟ لا انا ابن خالته للامانه يعني. بس توأم نفس الشعر ونفس البرنيطه. ايه رايك؟ تعالي نلحق الليمون في الكافيتيريا. اقتلوا بعض يا كلاب. يلا يا حلو سيبك من الكلام الفاضي ده. ماتش ايه ونيله ايه؟ يا ابني كان بودي اذبحكم بايدي بس حظكم حلو. اكتر شيء بيسعدني في حياتي بكاكم. ابكوا بس خلاص. انا جامعكم النهارده عشان امر هام. انا حاسس ان ايامي قربت واسطوره اندرتيكت خلاص هتندثر. بصراحه انا مخبي حاجه عنكم من زمان سر بس لازم اتكلم فيه. خلاص مفيش وقت. لحسن اموت فجاه والسر اللي لا يطلع وتورثوني. بابا هو احنا كمان مش هنورثك؟ مش هتورثوني. وتورثوني ليه؟ ده انت عبال ما تقول فين المراز بتاعي تكون الفلوس خلصت. اتنايل واسكت يا هبل يا ابن الهبله.
وانا جايبها كلها صح وقانوني ومية مية. انا جايب عم سيد السلموني الميكانيكي بتاعي خطه مية مية، هيكتب كل حاجة كل حاجة قدام عينيكم. يا عم سيد تعال، عم سيد يلا، عمكم سيد ولا عايز كل حاجة اقولها. ميكانيكي انت ناوي على ايه يا حنون؟ انا ناوي ان الطريقة اللي هتصرف بيها في مراسي تبقى على الملأ، مش عايز اضحك على حد. هاتوه. بصفتي ان انا محدش يتدخل في حياتي، محدش ليه دعوه بيا، اقر انا الحاج الخلفاوي المشهور باندرتيكت ان انا عندي ثروه تقدر ب 80 مليون دولار مصري لا غير. بصوا التقسيمه بقى، بصوا التقسيمه، هكتب 20 مليون دولار لاخويا وحبيبي الحاج عز المنوفي بتاع الكبده اللي في شارع ايران. عز المنوفي يا ولدي؟ اه عز المنوفي حبيبي. ايه ده انتوا لحم كتافكم من خيره، نسيت نص كبده يا عم عز، نص سجق يا عم عز، حته فلفل، ولا بتنسوا تاكلوا وتنكروا الدهن اللي في جتكم ده من عمكم عز؟ اكتب عم سيد. حاضر يا استاذ. و20 مليون دولار اكتبهم لاصدقاء اللي على الفيسبوك. الفيسبوك يا بابا اندر؟ اه يا بابا اندر، على الفيسبوك. انا اخر 5 سنين اللي فاتوا قضيت احلى ايام مع جروب ظريف على الفيسبوك اسمه اللهم صل على النبي، اقرش مكوعي ومسح لي دموعي، وناس عشرتهم وعشروني، يبقى من حقهم ياخدوا من ثروتي. اكتب يا جدع انت كده كتير قوي، انا هيغمى عليا. يلا غور في 60 ده، يلا ليته كان من زمان. 20 مليون دولار تاني هكتبهم لشركة نادية دراي كلين اللي في شارع مصدق. بابا ايه؟ انت اكيد مش طبيعي. وانا عارف ان انا مش طبيعي، عارف ان انا راجل فز. يا اللي بتهت هبل يا ابن الهبلة، امك كانت هبلة لا بتعرف تغسل ولا تكوي، ونادية دراي كلين هي اللي شالتني العمر اللي فات. نايل نايل، يبقى فاضل كام؟ 20 مليون دولار يا استاذ. 20 مليون دولار الاخيرة انا هكتبهم للخدامين والطباخين اللي خدموني طول عمرهم في البيت، ولا اقول لك لا بلاش، كانوا بيكرهوني، كانوا هيسموني اكتر من مره. ال 20 مليون دولار حلال عليك يا ابو السيد. ربنا يكرمك يا استاذ. يلا وسع الورشه وظبط عيالك ومصيف وجمصه وجوك. انبسط. جاهزين؟ جاهزين. شعري 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 بيدق، شعري يا اولاد. بابا شعري شعري شعري. واخدني على فين؟ انتوا هتاكلوني بعد ما اموت ولا ايه؟ الظاهر يا ولادي ان خلاص لحظه النهايه قربت. انا عايز اقول لكم اللي اي اب بيقوله لاولاده في اخر لحظه علشان يفرحهم، انا هموت ومش راضي على ولا واحد فيكم، وباذن الله وانا راجل في شده وربنا هيقبل مني، نهاياتكم اسود من بعض. ده اسمك ايه يا قاط؟ بطيستا يا بابا. وانت يا شيموس؟ شيموس دول اصحابكم؟ دول اخواتنا. بخرف يعني هموت، فهموها، طالما ابتديت اخرف. بابا ولدي اخيرا. بابا خلاص بقى يا ابني، انت مزهقني في موتي وفي حياتي، الله يخرب بيتك.
مولاي يا شهرباز، أما آن الأوان يا مولاي أن أقوم ولو ون أور وأروح يا ملك الزمان وأخذ شاور. هل جننت يا شهرباب؟ هل جف نبع الكلام والحكايات يا مسرور؟ أرجوك يا مولاي، أتوسل إليك يا مولاي. كيم أوفر، انتهى الكلام يا مسرور. نعم أؤمر. سنن سيوفك ورحب اليوم برقاب ضيوفك. بمين؟ برقاب ضيوفك. يا عم أبا أنت بقسني سيوفك، كل يوم تبعتني ولمع في السيف ولا بتعمل حاجة. How you say that؟ إزاي عبد السود زيك بيتطاول عليا؟ أيوة يا مولاي، ما بطولش بس بقولك الصراحة، يعني على الأقل حل القرشين اللي أنا باخدهم منك، ولا عايزني أبقى منافق زي الباقيين؟ أنا خايف بصراحة ما يعني تقل في نظرها وما تستعنكش. مسرور مسرور، أنت شايف كده؟ شور حبيبك ابن سوق، وانت فاهم النسوان بتحب الشدية، شد شوية. حاضر. عايز اطلب منك طلب بقى بصراحة. اتفضل. ابوس ايدك نام، انت مرمطت كل اللي شغالين في القصر معاك. اهو ده اللي مش ممكن ابدا ابدا ابدا. ليه ان شاء الله؟ ولازم حدود قبل النوم. تعال بس يا مولاي، ده الواد ميدو ابن اختي في نص الرضعة بيشخر في حضن امه. اسمع كلامي. أنا عايز أكلمك كلمتين من القلب للقلب. خدامك مولاي، أؤمر. تمالك شكلك مهموم ليه كده؟ فارفش فارفش. معاك سجاير؟ ولع مولاي. خير؟ أنا شايفك مش مبسوط من الصبح، وقلت إن أنت هتقعد وتحكي لي. خير يا حبيبي؟ أؤمر. أنت عارف أنا بحبك قد إيه؟ عشان كده هقول لك على سر، والسر ده مفيش حد في الكون يعرفه، لأنه حيندفن معايا والتاريخ مش هيذكره. ربنا يديك طول العمر، توغشتني. خير يا مولاي، سرك كبير. أنا مش سهران كل ليلة عشان أسمع حواديت شهربات. لا أبدا، دي كلها مجرد حركات حركات. عندك حق يا مولاي، أنا ساعات بصراحة كده بلمع أوكر بسمع الحواديت، حاجة نفخ التنين بصراحة. برافو عليك، زي ما قلت نفخ التنين. مال معذبنا معاك ليه يا مولاي؟ مولاي بيتحكي له حدوتة كله انتباه وفاكهة ومصاريف، ليه ده كله؟ لا تظلمني لا تظلمني يا مسرور، فأنا مريض ومرضي غير عادي. ساتر يا رب، ربنا يشفيك. خير يا مولاي، قلقتني بجد. أنا عندي تبول لا إرادي. ساتر يا رب، لازم تقولها باللغة العربية، ما تقول بعملها على روحي يا مولاي. عادي، حقك، ودي مشكلة. افرش مش هم عاوز السرير سريرك، محدش هيحس بحاجة. صدقني مفيش طريق للحفاضات إلا وسلكته. طب بقول لك يا مولاي، في حد من الهاوس كيبنج في القصر شم خبر بالموضوع ده عشان يبقى شكلك وحش قوي. اتنين عرفتهم شموا. ايوه حسن ومحمود. خلصت عليهم بإيدي لأنهم لسنوا عليا بالكلام وقالوا أشياء فظيعة. بعدين يا ويل اللي شم وما يكتمش. لا ده لازم يكتم، ده كفايه الوش ده في النور، ده الرعب ده لازم يكتم. يا مولاي مش محتاج اقول لك ان انا بتاعك، سرك في بير. انا اللي حاسس في نفسي يا مسرور انه البنت شهربات زي ما تكون يعني مستصغراني. مستصغرك ايه وماسك عليك زل؟ شكلها ماسك عليك زل، انا بقرا في عينيك كل حاجه. سيبك منها، تتقتل في السرير، انا عايزك انت تنبسط وانسى الموضوع ده. حق انت بتعمل كم مرة على روحك من غير ما تقصد؟ يعني 10-15. كتير قوي. ايه ده خزان مية يا مولاي؟ طب اعمل ايه؟ كتير. حللت سكر؟ حللت. بقول لك ايه؟ مفيش حاجة. دي نصيبة. لا انا معاك ما تقلقش، انا هاجي كل شوية بالليلة صحيك تقوم تظبط نفسك وتنام عادي ولا كأن في حاجة. من غير حفاضات؟ ولا حفاضات، الكلام الفاضي ده عيب. تعالى بس نبدأ من دلوقتي، تعالوا الحمام، خش كده أول مرة وهتبقى زي الفل. ما تقلقش يا رب، هتحب السجاير اللي معاك بنفسك.
هات علب السجاير والولاعة. وانا كان نفسي فاروسه زي دي يعني لو اهو حديها لك. انا مش بقول كده عشان اللي انا سمعته اللي تكون لا. بشتغلك ولا بستغلك، ده انا خدامك. يلا عايز حاجه مني؟ لا سلامتك. اروح انا اظبط الاصل اشوف لو اكون حد بيرجع ولا حاجه. بسرعه يا مسرور. امرك يا سيدي، امرك يا سيدي. بص بقى يا مولاتي من الاخر كده، اقسم بالله لو عيرتي مولاي باللي انت فاهماه لخلي الجزارين تلم لحمك. وانا اشتكيت، ما انا سهرانه. ينا. ايه ده ايه ده، انت بتعيط يا مولانا؟ يا نهار ازرق، لما الملك يبكي الرعيه تعمل ايه؟ امال ايه شهرباز عمل، شهرباز سوى، وقصص واساطير؟ لا ابوس ايدك، انا عبد صحيح بس قلبي ضعيف. والنبي ما تعيط بقى، يلا احكي له حدوته وانا قاعد معاك اهو. جرى ايه يا مسرور؟ ما انت شايفني قاعده بسقط قدامك اهو. يا بنتي مش عايزه ينام، ده لو نام هيضيع هيبه الدوله. خلاص يلا. ماي دارلين شهرباب، زوجتي حبيبتي عشيقتي فلذة كبدي، ما وحشتكيشي. انت مكسوفه يا روح قلبي يا شرشوره يا اموره، بالله عليك تقولي لي ما وحشتكيشي. في يا مولانا، في ذكر قاعد معاك، وايه الجو ده مش لذيذه يعني، وفي طاووس في 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 دوشه حواليك. واحده واحده. عيب. جرى ايه يا مسرور؟ هو انا قلت حاجه وحشه؟ انا بسالها سؤال بريء، ما وحشتكيشي. ما وحشتكيشي؟ هو في ملك يقول ما وحشتكيشي؟ انت ملك من محرم بيه يا عم؟ يا عم احنا كلنا عبيد عندك، حس بذاتك وبنفسك بقى يا مولانا. احكي يا بنتي. كان يا مكان يا روح في سالف العصر والاوان، طبعا كان في انسان غير اي انسان، كان اسمه ايه؟ الشاطر مسرور. انت سرحت ليه؟ اوعى تكون في حاجه بتحصل. لا لا بفكر. افكر براحتك، بس اوعى انت فاهمني. ها يلا كملها حلو. ولان كان بيطير، كان بيساعد الفقير، كان بيجيب لقرايبه العيش. بقولك يا مولانا، ما تنزل تجرب الحصانين اللي جبناهم لك جداد؟ في حصانين كده. حصانين ايه وخيل ايه؟ انسى جربهم، اسمع كلامي يا راجل. اسمع كلامي، الحصانين هيعجبوك. مسرور. طب ماشي. طب بقولك ايه؟ ممكن تزود السبيرتو بتاع النار؟ بس زودوا السبيرتو يا جماعه، انت هتدخل علينا ناس واحنا في الخلوه دي. تهدي بس، ايه ده الراجل قاعد، بتتجننتي ولا ايه؟ يعني اي حركه عشان الموضوع، لو سرحت كتير مع الدفا يبقى انت فاهم ممكن يحصل ايه. اسمع الكلام. انما حلمس يداها واشمشم خديها. ولا تشمشم خديها ولا تمسك ايديها، مش عايزين كلام فاضي وقله ادب. لو تكرمت، انا برضو راجل وبفهم في الاصول. اتفضلي خلصينا، خلصينا احكي له الحدوته، الدوله مش ناقصه فضايح. اتفضلي. كان يا مكان في سالف العصر والاوان، كان في انسان غير اي انسان، كان اسمه الشاطر سوبرمان. واحد اجهد اجهد. قوي. بس احنا ما تعرفناش، اسمك جميل ايه؟ شاديه. اهلا وسهلا شاديه، اهلا وسهلا. مبسوطه شاديه؟ مبسوطه قوي. تمام 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 تمام. بقول لك يا شاديه، يعني بصراحه كده انا وانا طاير كده لقيتك قفشه في سقف العماره، كنت بتعملي ايه؟ ما عملش حاجه. يعني كنت عايزه تنتحري ولا سوري يعني حراميد غسيل ولا ايه النظام؟ ان انا ما بعمل حاجه. يعني عادي ان انت تبقي مش علاقه على سقف عماره كده؟ أنا مالي، أنا مش عايز إحراج، أنا قلت يعني ندردش مع بعض. ما عملش حاجة، ما بعملش حاجة. ما فيهاش حاجة، ما فيهاش حاجة. بس انبسطتي في الرحلة؟ بجد كانت حلوة أوي.
انت بتحب سوبرمان اصلا؟ ده انا بموت فيك. ربنا يخليك. الحمد لله. يعني بص، حب الناس ده نعمه من ربنا. ده كل اصحابي بيموتوا فيك. سلمي لي عليهم واحده واحده. صاحبتي كلهم نفسهم يطيروا. ان شاء الله ان شاء الله اجي في يوم كده في شم النسيم ولا حاجه اخدكم واطير بيكم كلكم، هيبقى يوم جميل بامر الله. اهلا وسهلا يا شادي. اهلا وسهلا. بقول لك، معاك سيجاره؟ سيجاره ايه يا بنتي؟ المجهود الفظيع اللي انا بعمله ده، انت عايزه انا اشحر سيجاره ايه؟ طيب ما تشغل لنا حاجه نسمعها كده. هو انت راكبه ميني باص؟ في ايه يا شاديه؟ المفروض تقدري اللحظه التاريخيه اللي انت فيها. مفيش ولا واحده في العالم ركبت على ظهر السوبر قبل كده. لازم تحس باهميه الموقف. بقول لك ايه، انت لوكلوك لوكلوك كده على الفاضي، زهقتني يا اخي. انا اللي زهقتك برضو؟ وايه لوكلوك واللغه دي؟ انت خريجه ايه؟ دبلوم والنبي. اه حلو 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 حلو. لا بس انا قلت يعني ايه، نريح شويه ونتعرف على بعض، وبعد كده ان شاء الله الوجوه تتقابل باذن الله باذن الله. طب احكي لي بقى، ايه سوبرمان وطاير هنا ومن بلد لبلد وفي السماء، مش بتحب؟ مش متجوز؟ ما عندكش صاحبتك؟ انا عايز اقولك ان انا محروم من كل الحاجات اللي الشباب اللي في سني بيعيشوها. معقوله؟ حب طبعا طبعا. انا حكايتي غريبه قوي قوي قوي. احكي لي. انا شاب يا ستي عادي، ابويا الله يرحمه مات وساب لي اربع بنات في رقبتي، اخواتي، وكنت في ثالثه اعدادي. اضطريت اخرج من المدرسه واشيل المسؤوليه. الحمد لله جوزت ثلاثة، وفاضل شيماء قد كده عندها 12 سنة، إن شاء الله قريب بإذن الله. يا عيني. لازم أجري على إخواتي، أمال أسيبهم يتنقلوا في الشوارع. بس فعملوني بقى سوبرمان. لا صح. سوبرمان الناس، سوبرمان راح سوبرمان جه، وكل الناس يعني كل ده أوانطة. أنا عايز أقول لك إن أنا مش حقيقي. أنا باختصار حياتي عبارة عن جرافيك في جرافيك. كل ده بيجيبوني في الاستوديو اقعد على الخشب، شغل المروحه عشان اعمل هوا كده، انت كده طاير اعمل كده، انت كده طاير على ظهرك اعمل كده، وبترزق الحمد لله ماشي. لكن انا مش حقيقي يعني، انا اسف ان انا بصدمك، فهماني؟ والاطفال الصغيرين صعبانين عليا، بس الموضوع كله جرافيك، يعني شايف المناظر اللي ورانا دي كلها، كل ده مش حقيقي، مفيش حاجه حقيقي طبعا طبعا، ولا انا ببص على حاجه ولا الكلام ده، بس اهو الحمد لله ماشية ماشية. لا صعبت عليا بجد. ربنا يخليك. لا الحمد لله يعني انا راضي. بعدين بيني وبينك زي ما بتقولي احب ارتبط بمين؟ يعني ارتبط بمين؟ انا راجل طول النهار طاير في حتة. عرفت واحدة قبل كده شهرين، فجأة طرت نسيت الولية دي كانت فين عشان ارجع لها. مدهوش سواح. اعمل ايه؟ نصيبي كده. طب ما تاخدني. همرمطك معايا. انا مش ما بثبتش في بلد ثانية واحدة يا شادية. صدقيني انا راضيه يا ستي. والله انت بنت زي الفل وزي القمر، واي حد يتمناكي، بس انا مش موجود يعني. يعني مش هتشوفيني، مش هتشوفي جوزك، فاهمه؟ هستنيك لغايه اما تيجي تلفلف بيا لفلوفه كده وترجعني. انت زهقتيني قوي، باين عليكي تافهه. لفلوفه ايه؟ بقول لك انا مش ثابت في حته، ما تخنقنيش بقى شاديه. وديني وحياه ربنا اسمع ليا. اسمع ليا؟ عند خالتي. اوديك عند خالتك؟ وانا تاكس ابيض، انت مجنونه في ايه؟ اغيظها شويه بس، خالتي دي مجننانا. مجننه؟ تبان عليك انت اللي مش مظبوطه. بص يا شاديه، عزمك على حاجه كده بسيطه يعني عشان تبقى ذكرى مني. شكلك جعانه. بقول لك ايه، عشان انا عندي كذا مشوار، ايه رايك بقى ننزل للناس اللي تحت؟ الوليه اللي عماله تحكي حواديت للراجل اللي هينام ده، ولو نام هيخرب الدنيا وانا عارف. تعالي بقى ننزل. لا انا مش هسيبك، انا عايزه الف. لا انا ما بحبش الخنقه، وعايز الف ايه وانا عجله ايه يا شاديه؟ في ايه؟ ما خلصنا خلاص، فسحتك وحكيت لك حكايتي، لازم انزل بقى. خدني انا كويسه شادي، انا بتخني، ما تزهقنيش، هاخدي كتر بيك وارميك على اي جبل. انزلي بكرامتك بقى. يلا مره ثانيه، معناها ناخد تليفونات بعض، اي حاجه سوبر هتلاقيني عندك الففك شويه. طب اسمعني خمس دقائق كده. ايه موضوع اسمعني ده يا بنت؟ وانا بجو. يلا جاهزه؟ يلا على تحت، واحد اثنين ثلاثه. يا مسرور، بلغني أيها الملك الطيور إن المطلوب تلخص في الملخص عشان ورايا ميتنج آخرنا يومين. يا دوب يومين يا مسرور. مسرور تعال يا مسرور.
مسرور مسرور يا خيخور انا عبد المأمور انما كده اوفر ده باينه ملك مغمور ده باينه ملك مغمور مسرور مسرور يا خيخور انا عبد المأمور انما كده اوفر ده باينه ملك مغمور ده باينه ملك مغمور زهقت خلق الله بقالك كم سنة يا عم خلص ولا هي سهتنا زهقت خلق الله بقالك كم سنة يا عم خلص ولا هي سهتنا بتكلفتك وتثبتك بتكلفتك وتثبتك والقلب قد والشهر زاد أصبح شهور وفضح مهببة هتعيش ظهور وظهور وظهور مسرور مسرور يا خيخور يا خيخور شغالة وزي قرد قطع صدت بسببك يلا انا اللي نجمي سطع ولا شغلة ولا مشغلة وزي قرد قطع صدت بسببك يلا حل اللي طاب مرتبي لضرب بسيفي وشبشبي ماما المواعيد دي وحبهان ايه اللي انت عايزاه من هنا مش فاهم انا وترميات وناس قاعده على القهاوي بس جو حلو جو ظريف الله 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 عيني على اللبان واللي من اللبان اهلا ايه ده في كده هنا يا اختي اقعدي في القهوه بتاعتي اتفضلي يا حبيبتي ما شفتيش انتي بقى حتتين القماش اللي انا جايباهم وانا جايه من لبنان تحفه والله يا اختي لو اخترتي حاجه من القماش ده يبقى يا سعدك يا هناكي وديها يا رول الحمام عشان نشوف الحاجات اصل الحاجات دي بتتنزل تعالي يا حبيبتي يا كمان الشيشه مساء الخير يا سي خميس ازاي والدك وقول له الف مبروك على موت والدتك هو في حد اسمه خميس وانا بكلمه؟ لا فعلا لا دي حيله رخيصه مني عشان اقول لك مساء الخير عبد العال حسين عبد العال هوب ايدي يا هاني ولا انت حكومي يالا حكومي ايه ما انا مالي ما انا لابس ملك ايه حكومه ايه يا هاني ما هو انا لابس ميري قدامك ارجوكي عليا النعمه لو طلعت حكومه ملاك دي يعني لو سمحتي عندي مشاكل في الغضاريف لو تكرمتي ده انا غلبان شكلك ابن حلال اقعد من الاخر من غير لا لف ولا دوران عشان انا ما عنديش وقت انا اول ما شفتك اتشدت لك وانجذبت لك انجذاب رهيب رهيب هل من حقي اسالك بتشتغلي ايه ولا كده ابقى تعديت حدودي لا نو بروبلم خالص انا بقلب النسوان اوه سوري بتقلبي النسوان اللي هو التقليب زي الحركه بقلب النسوان بتقلبي هايل هايل عايز اقول لك ان دي حاجه جديده في المجتمع ما حدش سبقك فيها
جو اهيد، ربنا معاكي، اصل انا بحب التقليب قوي. تحب تشتغل معايا يا عسل؟ لا اشتغل معاكي ايه، انا عايز اقولك من اللحظه دي شغلك حاجه وحياتنا الخاصه حاجه تانية. يا مصيبتي حياتنا الخاصه؟ لا بقولك ايه، انا بنت شريفه. وما كسريش الصوره اللي انا عجبتني فيكي، انا حبيتك ان انت مش شريفه وماشيه شمال وبتقلبي النسوان. ايوه شريفه ايه وبتاع ايه، خلينا في الشمال لو سمحتي. ممكن اتجرأ واقولك ان انا حبيتك؟ حبيتني مجنون ده ولا ايه؟ طب انا اسمي ايه؟ انت تعرف اسمي اصلا؟ ما بالطبيعي كده، ده السؤال اللي جاي، اسم القمر ايه؟ سوسكا. عارفه يا سوسكا؟ قبل ما تتكي على ايدي تفهميها حسيت اني عايزه ترقع صوابعي، رحت انت عاملاها، فحسيت ان دي اشاره اني اجيب ماما ونجي لكم البيت ونقول المراد. ماما؟ طبعا. بجد يا اخويا والنبي؟ طبعا. وقول لي بقى، هي امك دي بتلبس ذهب وصيغه وكده؟ اوه بتلبس دي كلها ذهب في ذهب، كله بقى عندها قطع ملابس ذهب، بابا كان جايبها لها من خزندار زمان. ذهب ماما عباره مسمينها الست ذهب في الشارع. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. لا ده انت لازم تشرب حاجه والله. يا كناني ايه اللي كل شويه كناني كناني، ونيجي نسال على الخصاب تقول لي استني استني. انا مش يعرف ازاي انت بتهزم بقلبي كده وانت عليك ديون كتير. انت يا كنان انت جاي من انهي بلد، عبيط ولا ايه؟ ديون ايه؟ هي قاعده مع هوا ده كل الديون هتدفع وعليها البقشيش كمان. ايه ده؟ طبعا انت غني؟ غني غنى انا معرفوش، مش عارف حدود ثروتي لحد دلوقتي وصلت فين. بقول لك غنى رهيب يا كنان. قد البحر؟ قد اكبر من البحر. جميل كناني جميل، محلها الخواجه صغنون. هي بقى ليها ديون قد السما. بقول لك كله اتدفع وعليه بقشيش ليك وحلاوه. بقول لك اما نتجوز السوسكا نجيب كناني يبقى معانا في البيت يخدمنا في البيت. ظريف حبيته حبيته حبيته. يجيبه ونعذبه. يلا يا كناني حجرين معسل وتديله من المعسل بتاعي. ما رديتيش عليا في موضوع الجواز يا سوسكا. زوجتك نفس زغروته يا كناني. كفايه كناني كفايه كناني كفايه كتير كده كتير، هي واحده وخلاص خواجه. ميرسي يا كناني، باين عليه غلس قوي كناني. هنعذبه مش هنجيبه البيت ولا نشغله معانا، شكله رخم قوي. انا فرحان قوي يا سوسكا. خلاص فعلا فعلا، اذا كنت بضحك عليكي من شويه دلوقتي بجد انا هجيب ماما وهجي لكم البيت عشان اتشرف بالعيله كده. يلا يا ماما هنتاخر، عيب اهل العروسه قولوا علينا ما عندناش ذوق. بلانيله مستعجل على ايه؟ دي جوازتي الندامه. جوازتي الندامه دي كلمه ام تقولها لابنها يوم فرحه. ميرسي قوي ميرسي يا شيخ. ايه ده؟ ده يقول له يوم نحس من اوله. فين النحس يا ماما؟ اليوم زي الفل. مش معنى ان انت وقفتي ساعه تعملي الباروكه ودايسه على الصابونه لازم تزعلقي. ايه علاقه الصابونه بالباروكه بالنحس؟ ارجوكي بقى يا ماما كده كتير ما تزعلنيش. اتفضلي حضرتك. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ايه ده خالص يا رب؟ ده الازاز بيكسر يا مريم. ايه ده؟ ده الدور اللي فوق بيقع يا ماما. ده ازاز شقتنا اللي بيتكسر. ايوه صح. لا انا هطلع اموت في الشقه فوق. ده ما تموتي في العربيه اقرب على الاقل اسعفك. وبعدين ليه الموت والكلام ده يا ماما؟ اتفقلي بقى. اتفضلي حضرتك اتفضلي. انت اللي موترانه ومعصبانه، اليوم ماشي زي الفل. اتفضلي. مفكرين يا ماما نفوت على تسبس نجيب لهم طبق بسبوسه ولا حاجه. اتفضلي اتفضلي. انبسطي بقى انبسطي كده واتفقلي، ده فرح ابنك. يا نهار اسود ومنيل، نسيت مفاتيح العربيه. نبي ما اطلع بسرعه جري كده هاتيها وتعالي. وانا اطلع اجيبها ليه؟ انا معايا نسخه ثانيه. تسلم ايدك تسلم فضل. ايدك تسلم ايدك يا ماما. مش ده اليوم اللي كنت بتتمنيه؟ بذمتك اقعدي كده انفخي. اقعدي اقعدي اقعدي. ده ماما شكل الجوازه دي خير لان انا متفائل جدا جدا. ايه ده؟ في ايه؟ المره بتاعتنا بتوعي. بتوعي يعني ايه؟ يا نهار اسود ومنيل. انا قلت لك بص قدامك. بص قدامك. بص قدامك. بص قدامك. طيب طيب بص لبنطلونك. يا لهوي. اوف انت جايبني فين يا عبد العال؟ جايب الكرموز يا هانم، كرموز يا امي، ارقى مكان في اسكندريه. لا تقول ابو قير بقى ولا العصفره، كرموز. بصي 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 الشغل اللي في البيت يا امي، ان شاء الله انا سايبي هتنبسطي معاهم قوي يا ماما. يلا بقى. ما قتلتهاش والله العظيم، ما قتلتها والله، ما قتلتها يا عم والله ما قتلتها. عبال ساك عبال. الحمد لله جماعه مستنيينك فوق. مبروك يا عريس. الله يخليك. اتسكر قوي. مين دي؟ امي. والله ما قتلتها يا عم. يلا ما قتلتهاش. ما
مين ده يا عبد العال؟ ده اخو السوسكه اللي انا هخطبها الصغير، ظريف قوي. يا دي المصيبه. مصيبه ايه يا امي؟ ده بيروش مع الظباط اصحابه. يا ماما احنا داخلين على نسب يشرف، ما تقلقيش. حسبي الله ونعم الوكيل. ارجوك يا ماما ما تنكديش عليا بقى، انا مش جايبك حتى اي كلام. لو سمحتي صدقيني هتنبهري بيهم، هتنبهروا. اتفضلي اتفضلي. مين ده؟ ده اخو سوسكه الكبير يا ماما، هم فرحانين بيكي. هم العيله دي لما بتفرح بينطوا في المنور. يا مصيبتي. وده مات؟ لا يا ماما بيلعبوا تحت في المنور. ما تشغليش بالك بقى لو تكرمت، احنا داخلين على نسب يشرف. اتفضلي اتفضلي يا هاني اتفضلي. ما شاء الله شغل السرايات ما شاء الله. اتفضلي يا امي. يا ميت مرحب يا ميت مرحب. خطوة عزيزة يا ام الغالي. يا اهلا يا اهلا بالعريس، منورنا. اشكرك. منورانا يا عبله. الله يخليك منورنا. الله يخليك. اعرفك يا ماما، الاستاذ حسب الله يبقى عديدي جوز اخت سوسكه، واخت سوسكه اللي هي مراته تبقى اللي قدامك القمر دي ريا. منوره يا حبيبتي، ورحمه اخويا الغالي اللي لسه هتفاد دلوقتي لان كرامك اخر كرم. يا سوسكه. سوسكه العروسه. العروسه العواف. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. الله يعافيك يا ست البنات. ماشي يا دي عم عيل. والله انا مش مصدق ان انا معاكي وفي وسط اهلك. جبت لي ايه؟ جبت لي فلوس؟ هديكي كل حاجه تحت امرك. انا جبت لك معايا عارفه ايه؟ ايه؟ بسبوسه هتاكلي صوابعك وراها. والله كلك كرم يا ابو نصب، كلك كرم. بقول لك ايه يا حسب الله، سيب لي حته انا والعيال. انا عارفاك تصف جريه وليه. العلبه دي وقعت في ايدي انا الاول. وحياه امي لغوصك يا حسب الله. والله بالثلاثه ما حد هيلمسك. يا بنتي تعالي اوعى كده، عايز تسيب حته يا صاصي. ايه يا جماعه، صلوا على النبي. بس بدل ما يموتونا احنا ملك يا حاجه مسروع عليه، خد الشر وراح. الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. الله منوره منوره. ماما ما تقلقيش، ده الطقس هنا ده اسلوب العقاب عندهم. وهو بصراحه استفزهم، قاعد ياكل لوحده البسبوسه. في النهايه احنا مالناش دعوه، احنا تشرفنا بيكوا يا جماعه. ممكن ندخل في الموضوع؟ انا يا ست ريا. الله اكبر. يا ست ريا انا اتشرف ان اطلب ايد الانسه المصون اختك سوسكا. وكده من غير حاجه يا حبيبي ولا ايه؟ لا مش من غير حاجه، بس لو تكرمت السلاح بس. لا انا تحت امرك، تحت امرك. انا خدام يعني اللي تقولوا عليه. الشبكه تحبيها منين؟ من اي مكان في العالم. وبلد ليه جوده بالموجود؟ هنروح بعيد. الى يا حاجه الحاجه دي عجبتك؟ دي عجبك حاجه ماما؟ لا يا ماما ده وقتي. مامتي مامتي تتحرق. جدتي احنا هنموت. خلاصي ده الراجل راح في حته بسبوسه. لا يا ماما لا لا. مبروك يا روحي. الله يبارك فيك حبيبي. مبروك. الله يخليك. زغروطه للشبكه كده، زغروطه للشبكه، فرحونا. اه لا زغروطه للحلقه يا حبيبي. الحلقه عاجبك؟ اتفضلي اتفضلي. لا يا ماما بالراحه على ودنها، بس بالراحه بالراحه بالراحه. قلت لك اخرمي ودنك خرمين يا ماما وخلصينا. حاجه وحياتك الدنيا. خاتم ما بتخبيش يا ماما. الف مبروك يا روحي، الف مبروك. ها وبعدين كمل. على ايه؟ انا تحت امرك يعني. انا اللي هاخد المهر. حاضر. يعني شوف الرقم اللي انت عايزاه، اكتب لك شيك وروح البنك على طول. لا والشيك ليه؟ هات معلش معلش يا ماما. ما انت كنت هتدفعيها. فلوسي ايه؟ ما انت كنت هتدفعيها يا ماما. تحت امرك. انا عندي اقتراح يا جماعه. ايه ده؟ في ايه يا ماما؟ في ايه يا جماعه؟ يمكن هيدفوا لنا تورته يا ماما، يمكن عيد ميلاد وعملوا لنا مفاجاه. يا رب استر. ما تخافيش يا ماما. يا ماما خدلتي دراعي، خدلتي دراعي وخوفتيني قوي. طب خلاص، ما انا كمان متنيل مرعوب، بس لازم اظهر كعريس ان انا ذكر يعني. هما اكيد عاملين لنا حاجه مفاجاه، مش ممكن يزعلونا. امسكي امسكي دي. طيب فرمتي كوعي. يا ساتر يا رب، وربنا خنقك زي ما خنقوا الراجل. ما تزهقنيش بقى، انت هتعيطيني هتعيطيني في يوم فرحي. يا ماما ارجوكي. يا سوسكا، يا مدام ريا، يا ماما خدلت دراعي. انا شاكك في العين. ايه ده؟ بيحتفلوا بيحتفلوا بينا. بس يا ماما صلي على النبي. صلي على النبي. صلي على النبي. خلاص يا ماما خلاص خلاص. ماما انت شفتي حاجه عدت كده؟ جثه جثه. لا حول ولا قوه الا بالله. ان الله وان الله يرجعون. يمكن يا ماما بيت ام عادي على الشارع فممر الناس ماتت. هنعمل ايه؟ ما ترعبنيش بقى. جثه طلبس. ما تخافيش يا ماما ما تخافيش. العيله دي وحشه. لا لا دي ناس، دي ناس اطهر ناس. بس احنا هو في حاجه مش فاهمينها. ايه ده؟
عفريت عفريت ايه يا ماما؟ ده تلاقيه ابن اخت العروسه بتعرف الاطفال في الافراح بقى. قلبي هيقف يا ماما، قلبي هيقف. بس قولي قلبي هيقف بتنادي. انت ماشيه ورا ميت اسود البلدي ده يا ماما. طب تاخدي شويه ده احسن. ده لمست، لا تعالى حبيبي، ده لمست. بس تعالى اخويا، انا مش عارفه ارجع عشان الله. ما شاء الله شكلهم خايفين على عيالهم، تتحسد مغطيين وش الطفل. اهلا حبيبي، اهلا حبيبي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد. في انا، في انا يا ماما ولا فيك يا اللي قاعده ساكته وضحكوا علينا في الاتفاق؟ اولا ما اتفقناش في الفرح هنعزم كام وهم يعزموا كام. الصيني، الخشب، العفش، كل ده ضحكوا عليا عشان حضرتك قاعدة تترعشي. خليكي كملي رعشتك بقى، كملي رعشتك. أنا خايفة. حي رورو وسوسكا، دول الأخطر دول الأزكى. رورو سوسكا، رورو سوسكا، دول الأخطر دول الأزكى. رورو سوسكا، أيوه أيوه الاتنين داهية، مكر وشر خبثة متناهية. أيوه أيوه الاتنين داهية داهية، مكر وشر خبثة متناهية. سمسرهم والنعمة هيجوا لقدرهم وهيتمسكوا حتة ماسكة. رورو سوسكا، بس سمسرهم والنعمة هيجوا لقدرهم وهيتمسكوا حتة ماسكة. رورو سوسكا، فتحة على حسب الله حققوا مع رورو قالت رجلي. عبعال انا والاجر على الله، خلعوني يابا لا هتجي رجلي. وقروا الفتحة على حسب الله حققوا مع رورو قالت رجلي. انا عن نفسي باكلها حلال، ان شاء الله بيعتر مش شغال. انا عن نفسي باكلها حلال، ان شاء الله بيعتر شغال. او حتى هسرح بفريسكا، او حتى هسرح بفريسكا، او حتى هسرح بفريسكا. خلصتي على مين يا بعيدة؟ لكن الجميل بالصلاة عالسين متجمعين في التأبيدة. جبتي الذهب ده يا حلوة منين؟ خلصتي على مين يا بعيدة؟ لكن الجميل بالصلاة عالسين متجمعين في التأبيدة. لكن الجميل بالصلاة عالسين متجمعين في التأبيدة. يا سوسكا عيلتك متماسكة، يا سوسكا عيلتك متماسكة. رورو وسوسكا، دول الأخطر دول الأزكى. رورو سوسكا، رورو سوسكا، دول الأخطر دول الأزكى. رورو سوسكا، أيوه أيوه الاتنين داهية، مكر وشر خبثة متناهية. أيوه أيوه الاتنين داهية داهية، شر خبثة متناهية. بس مسيرهم والنعمة هيجوا لقدرهم وهيتمسكوا حتة ماسكة. رورو سوسكا، بس مسيرهم
خيرهم والنعمة هيجوا لقدرهم وهيتمسكوا حتة مسكة روسو سكات.